بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم عبد الرحمن أبو شادي، مدرس مساعد كريتيكال كير، والنهاردة محاضرة جديدة في كورس السينشالز في ميكانيكال فنتيليشن المستوى البيزك. محاضرة مهمة جدا بنحتاجها كلنا في كل التخصصات، هي محاضرة النون انفيزيف فنتيليشن. هنتكلم عن في المحاضرة، هنتكلم يعني ايه نون انفيزيف فنتيليشن، انواعه، في انواع بوزيتيف ونيجاتيف، ايه الاهداف الاساسيه من النون انفيزيف فنتيليشن، يا ترى ايه المميزات وعيوب النون انفيزيف، ايه الكوميونيكيشن ممكن تحصل من النون انفيزيف فنتيليشن. وهنتكلم على اول حته مهمه جدا، جزء مهم جدا في النون انفيزيف، هو اختيار العيان، السيلكشن بتاع العيان اللي هيتحط على النون انفيزيف كانديكيشن وككونتر انديكيشن في تو ستيب ميثود عشان اختبار العيان. وبعد كده هدخل ايه الاكويبمنت اللي هحتاجه عشان النون انفيزيف، وازاي هبدا احط انيشال سيتنج العيان نون انفيزيف، اتوقع ازاي ان العيان هيتحسن ويستجيب نون انفيزيف، ولا اعرف ازاي ان العيان ده هيبدا يفيل مني، ونقطه في غايه الاهميه امتى اسويتش لانفيزيف فنتليشن. واخر نقطه في المحاضره هتبقى ان شاء الله هنتكلم فيها عن الويننج، ازاي اعمل ويننج للعيان على نون انفيزيف دوت، اسحب ازاي السيتنج بتاعتي بتاع نون انفيزيف فنتليشن، الطريقه ازاي في كل عيان. نبدا كده اول حاجه بالديفينيشن، يعني ايه نون انفيزيف فنتليشن. بمنتهى البساطه النون انفيزيف فنتليشن هو اي فنتليشن بيتم بدون استخدام اندوتراكيال اير واي، سواء تراكيوستومي او اندوتراكيال تيوب، اي وسيله اوصل بيها البوست بريشر فنتليشن او النيجاتيف بريشر فنتليشن وزاوت التيوب، ده يعتبر نون انفيزيف فنتليشن. وبناء عليه ممكن نقسم انواع النون انفيزيف فنتليشن لتو كاتيجوريز. النوع الاولاني هو النون انفيزيف بوست بريشر فنتليشن، وده نوع اللي بنستخدمه في الهوستلز ومعظم الهوم فنتليشن دلوقتي، هو النون انفيزيف بوست بريشر فنتليشن. ونلاقي في منه تو كاتيجوريز، نوع بريشر ليميتد، ان فيه بيستخدم فيه بريشر مودز مينلي، بحط بريشر سبورت، بريشر كنترول، مينلي بيبقى بريشر ليميتد، وده الافضل في استخدام النون انفيزيف، ان اشتغل نظام بريشر عشان لو في اي ليك اضمن ان فيه هيدخل فوليوم مناسب للعيان، لان لو في ليك من الماسك وانا حاطط مود فوليوم، الفوليوم هيدخل كميه معظمها هيبقى ليكج، والجهاز مش هيدي فلو اكتر ولا هيدي فوليوم اكتر من اللي انا ظبطه، فده بيبقى الى حد ما افضل كمودز كنون انفيزيف. ممكن نضيف عليه كمان نوع تاني هو الفوليوم تارجت، ان انا اشتغل بالبريشر ليميت بس هبقى فوليوم تارجت معايا كمان، وده بنسميها ديوال كنترول مودز، او هنسميها ديوال هنا يبقى زي فوليوم تارجتنج كبريشر مود، مش كومن يوز. الاشهر هو استخدام البريشر ليميت. الكاتيجوري الثاني هو نيجاتيف بريشر فنتليشن، وده كان اساس ظهور الميكانيكال فنتليشن في الاول وتطور، وده حاليا في معنى اسمها البودي فنتليتور، في بعض الحالات في نيور ماسكولار مينلي ممكن يستخدم فيها نيجاتيف بريشر، بيبقى حاجه زي جاكيت كده بتلبس على الشيست وول، يعمل نيجاتيف بريشر، يعمل سكشن للشيست وول لبره مع كل نفس. موجود في بعض الاماكن على مستوى العالم لحد ما ليميتد، والبوست بريشر نون انفيزيف بقى هو الكومنلي يوزد، سواء بالبريشر مود الكلاسيكيه بتاعتي او لو انا بتارجت فيها فوليوم، سواء فوليوم تارجت او فوليوم اشورد بريشر مودز. ايه الاهداف اللي عايز احققها من النون انفيزيف فنتليشن؟ اكيد اول هدف هو ان انا افويد الانفيزيف فنتليشن. الميزه الاساسيه من النون انفيزيف فنتليشن ان انا بافويد كل مشاكل الانفيزيف فنتليشن، اهمها الاير واي تروما، الانفكشن الريت العالي نتيجه دخول الاستكشن والاسبيريشن نتيجه السيديشن اللي بتحصل، كل ده انا نفسي بقدر الامكان ان انا بدات النون انفيزيف اكمل على النون انفيزيف، ما اوصلش ان انا اقلب تاني انفيزيف. الاهداف المشروع العاديه بتاعت الانفيزيف فنتليشن ان انا احسن جهاز التشينج ما زالت موجوده في نون ريزن، فعلا هعرف اظبط سي او 2 وهعرف اظبط اكسجينيشن، وان هو يعرف حالي الجزئيتين دول من الجاز اكسشينج، اوكسجينيشن ماشي، فنتليشن ما فيش مشكله. الورك بريسنج مهم جدا للعيان، ودي احد علامات التحسن على نون ريزن، العيان الاقي العيان بدا نفسه يهدى كورك بريسنج، ريسبيرتور بيقل، الاكسس ماسلز بدات تهدى، وده دليل ان انا بحقق الهدف بتاعي من نون انفيزيف فنتليشن. السينكروني والكمفورت مهم جدا للعيان على نون انفيزيف، ليه؟ لان العيان كونشس، العيان الريسبونس بتاعه شغال، هو اللي بيتريجر الفنتليتور، لازم فعلا عشان احسن السين كومفورت، وده مهم كمان عشان التولرنس بتاع العيان انه يستحمل نون انفيزيف. هنتكلم برضه ازاي نظبط بعض سيتنج في المودز دلوقتي اللي هنستخدمها في نون انفيزيف، سواء سيباب او بريشر سبورت او بايباب، ان احنا ازاي نحسن بقدر الامكان السيتنج بحيث العيان يبقى مستريح على نون انفيزيف.
يعني في بعض الستاتس ان انا ممكن استخدم كمان الكيرفات الاسينكرون العاديه اللي بستخدمها في النون انفيزيف في الانفيزيف في النون انفيزيف، وبتقول انها بتدي نتائج كويسه ان انا لو انا فعلا بعرف استخدم الكيرفات عشان اطلع اسينكرون يعني على الانفيزيف ممكن استخدمها برضو في النون انفيزيف. لونج انجري، وان انا امنع الفوليو تروما وبار تروما عن نون انفيزيف لحد ما اصعب بكتير من الانفيزيف، لان انا ما بتحكمش في البريشر بسهوله في البريشر داخل العيان بسهوله اكشوال. فالى حد ما اللونج انجري وارده في بعض العيانين على نون انفيزيف، خصوصا العيان انا اخترته وهو مش مناسب نون انفيزيف. عشان كده ممكن الاقي مثلا عيان الاي ار دي اس المودريت تو سيفير ممنوع خالص ان في نون انفيزيف، لاني ما اضمنش البريشر هيدخل قد ايه، البول هيدخل جوه قد ايه للعيان، وبالتالي مش عامل موتور كويس للعيان، لا بيه بلاتو ولا عارف اتحكم في الجزء دوت. وبالتالي فلونج انجري لازم اسيلكت العيان اللي مفيش ريسك فيه ان يحصل له لونج انجري بقدر الامكان لما انفيزف، لان ده فعلا هيبقى صعب عليا جدا. طبعا السبونتينيوس بريسنج ده الحاجه الاساسيه اللي انا فعلا بحافظ عليها بقوه في النون انفيزف فنتيليشن، العيان بيتني اكشن اكتف معايا، وده بيحسسني جدا ان انا احافظ على المصل باور بتاعته والدايفرام ما يحصلش فيه تيرنج، ومهم جدا ان انا احافظ على الجزء دوت وبقدر الامكان احسن السينكني عشان برضو احافظ على السوين سبيسنج. اخر حاجه انا بقدر الامكان عايز اظبط الوينج بتاعي ان انا فيزيت برضو يبقى سريع، مش عايز عين طويل لان العيان مش هيستحمل ماسك فترات طويله، ممكن يعمل لي برش ارسرز في الفيس، يخلي عين سكانفرت، يعمل لي دراينس في الاي، فكل الحاجات ديت بقدر الامكان مش عايز العيان يطول على نون انفيزيف فنتيليشن از ايرلي از بوسيبل اوين لو العيان فعلا يقدر اوين عليه ابدا الويننج بتاع الفنتيليشن. ايه الادفانتج يا ترى، ايه مميزات نون انفيزيف؟ احنا كنا عارفين ان احنا اول ميزه هي الاساسيه ان انا مفيش ارتفيشال اير واي، مفيش انتوبيشن، مفيش تراكيستومي، مفيش تروما للاير واي، مفيش اسبيريشن نتيجه ان انا بدي سيديشن، مفيش فيفاب زي انفيزيف فنتليشن. الحاجات دي كلها مهمه جدا، بتفرق لي في عيانين بالذات اللي عندهم ريسك فاكتور للجزئيه دي زي العيانين الايمون كورمايزد. ممكن عيانين الايمون كورمايزد افضل في بعض الحالات فيهم نون انفيزيف عشان فقط ان انا هتجنب الانتيوبيشن بكل مشاكله وكل الانفكشن اللي ممكن يدخل لي. تاني نقطة مهمة جدا هي السيديشن، العيان اللي على انفيزيف فنتليشن في اغلب الوقت بيحتاج مودريت تو لايت، احيانا هيفي سيديشن. انا هنا في نون انفيزيف مش هحتاج سيديشن، العيان كونشس هيبقى كوبرتيف معايا، هيتعود على نون انفيزيف، هيبقى بالنسبة له حاجة مريحة حاجة مفيدة، مش هيبقى معايا محتاج اي سيديشن. ممكن في العينين اللي لسه في الاول ممكن احتاج شوية انكزوليتك، بعض الحالات ممكن ادي اوبيويدز سمول دوز من الاوبيويدز فيري مينيمال دوز كانكزوليتك بس عشان يضيع الانكزايتي وخوفه وهيبته من النون انفيزيف، او خصوصا بالذات من الناس اللي اول مرة يحطوا نون انفيزيف. التاني تالت حاجة ان انا الاير واي بتاعي ديفنس ميكانيزمه موجود، ما خدش سيديشن وبالتالي العيان بيكح، بيطلع السكريشن بتاعته، بيبلع كويس، بياخد اورال كويس، مفيش مش خايف علينا اديله سيديشن والكف تبقى مهويه بتاعت تيوب فيحصل لي اسبيريشن. لا انا الاسبيريشن لحد ما الريسك بتاعه اقل بكتير من الانفيزيف لو انا اشتغلت بنون انفيزيف. المونيتورنج بتاعي بقى انا مش هبقى احتاج المونيتورنج العنيف بقى ان انا محتاج كابنوميتر على الانفيزيف عشان اطمن ان هو في مكانها، مش محتاج ابقى ادفانسد فنتيليشن ادفانسد مونيتورنج زي العيان اللي انا محتاجه في لو انا عيان اوريدي متفنتل. لانج ميكانكس مش هعرف اتابعها بقوه، لكن انا هعرف اتابع التحسن المريض برضو على الفنتيليشن عن طريق الكيرفس. طبعا النون انفيزيف في ميزه اساسيه في العيانين اللي هم تيرمينال، ممكن مش نو سي ار او ما ادفانسد اورجان ديزيز. النون انفيزيف في ميزه ان انا في فليكسبل، انا ممكن اشيل واحط من غير اي بروبلم خالص، انا لو خدت قرار فيه ان انا هحطه نون انفيزيف هبدا اشغله، ممكن اشيله واحطه كل ساعتين كل ساعتين احط واشيل، يعني يبقى كونشس معايا كوبرتيف، ممكن تيل ذا اند اوف هيز لايف هيز كوميونيكيتنج ويز ريليتيفز. طبعا ده بيديني فلكسبيليتي، مش بس انا عن اند ستيج حاطط تيوب خلاص مش عارف اشيل مع الفنتليتور، فده الى حد ما في جزء فلكسبل في نون انفيزيف. كل الحاجات ديت الميزات ديت هتديني تقلل لي الهوستال ستي من غير سيديشن من غير اسبيريشن من غير نمونيا، هيقلل لي المورتاليتي ريت لو انا استخدمت النون انفيزيف مظبوط في العينين ان هم ينفع يستفيدوا من نون انفيزيف، هيقلل لي الكوست وتكلفة الاي سي يو بالفنتيليشن من الحاجات العنيفة جدا على مستوى المستشفيات والافراد وعلى مستوى الدول كمان ككوست بتكلفني في الهيلث كير سيستم. طيب ايه بقى عيوب النون انفيزيف او الكومبليكيشن ممكن تحصل لو انا استخدمت نون انفيزيف رونجلي او بطريقة مش مظبوطة؟
اول حاجه ممكن تحصل لي هي الجاستريك ديستنشن والايروفيشن، ان يحصل لي ان جزء كبير من البوست بريشر داخل دوت يدخل على الجي اي تي، وبالتالي يبدا الهواء يعمل لي جاستريك ديستنشن، واحيانا يبقى عنيف يبدا كمان يدوس على ويضغط على الدايفرام ويعمل له ابورد سبيسمنت ويخلي العيان حتى مش مستريح ك ك ك كفنتليشن. الحل ده مشكلته ايه؟ مشكلته بتحصل ليه؟ بتحصل اكتر لو انا بدي بروشرات عاليه، كل ما ادي بروشر اعلى هيدخل اكتر في الجي اي تي. لو العيان ده عنده ستيف لونج او ستيف شيست وول، زي عيانين اللي عندهم مشاكل في النيورو ماسكولر، بالذات لو في هايبرتونيا في الشيست وول، الحاجات دي كلها بتخلي، او الاولد ايج عندهم ستيفنس عنيف في الشيست وول والجوينتس، فده بتخلي لحد ما المونوفيزي فيهم مش حل مثالي قوي. لو انا اضطريت له بقدر الامكان هستخدم بشارات قليله. طبعا بعض الناس بيحتاجوا احنا ناكلهم رايل حاجه تيمبري بس نعمل ريليز ديسنشن دوت، وان كان برضو مش حل مناسب، ان برضو الرايل هيخلي يحصل فيه ليك عنيف من الماسك، وبالتالي لحد ما هينفع في بعض الناس وناس لا، مش هينفع احط روتين، مش هينفع استخدمه في كل العيانين. بقدر الامكان الحل للمشكله ان انا استخدم لور بريشر على قد ما اقدر، كل ما اقل البريشر انا احافظ على ان انا ما يحصلش جاستريك تنشن. كجنرال رول يفضل ما نعديش البريشر اباوند 20 في معظم العيانين، توتال بريشر اللي هيدخل في وقت الاسبيريشن بالبيب ما عنديش فوق المكان ال 20، لحد ما في النقطه دي هبقى لحد ما ريسك ان انا يحصل لي ايروفيشيا اقل من انا لو عديت ال 20. طبعا الفيشال بين والبريشر السرز والاسيريشن بتحصل نتيجه ان انا استخدمت ماسك مش مناسب، ماسك ستيف شويه، ربطت الرباط جامد قوي، فلحد ما بقدر الامكان نخلينا لوز على قد ما نقدر، نجيب احسن فتن من غير اقل ليك بليس بريشر على قد ما نقدر. طبعا فريكوينت نأسس العين كل شويه، نطمن نطمن ان في مش بريشر بقت تتكون، لو في بدايه ايرلي نغير الماسك، نشوف ماسك افضل اللي فيتنس عليه من غير اللي بيحصل لي الالسر دوت. الدراينس في النوز وفي الاي كومون جدا، بالذات لو انا استخدم هيوميديفاير، يفضل طبعا هنستخدم الهيوميديفاير برضه في النون انفيزيف فنتليشن، بالذات لو انا هستخدمه فترات طويله يومين ثلاثه اربعه العين نون انفيزيف، لا احط هيوميديفاير وخلي ظبط حراره ما تبقاش عنيفه قوي، ما تبقاش عاليه قوي، ان يعمل له برضه هيت تروما للميكوزا والميكوس ممبرين بتاع النوز والابر ايرويز. الليك ده من الحاجات السيئه اللي بتحصل مع نون انفيزيف، لازم اعمل كنترول للليك دوت بقدر الامكان ما يبقاش فيه ليك الشديد الانتنشن الماسك باي خالص، لا لازم الماسك فيت لحد ما، ممكن اسمح ببعض الليك الخفيف بالذات لو انا في الماسك بتاعي بستخدم فيه كسنجل لمب، الماسكات بتقدر توسع على اليونت بتاع السباب والبيباب لحد ما ده مسموح لي شويه بالتويك، حتى الماسك نفسه بيبقى فيه فورس عشان تعملي ليك عشان انتشنال عشان يخرج منه الاكسبيريشن، لكن لحد ما الماسك اللي بتوصل على الاي سو فنتليتور بتاعنا اللي هو مواصلات ديوال انسبيراتور اكسبيرات ليم، بقدر الامكان ليك بقدر الامكان اخليه از مينو از بوسيبل، بالذات عشان ما يحصلش روتيشن للاي بسبب الفلو بتاع الاير اللي عندي. بعض الناس ما بيستريحوش على نون انفيزيف، بالذات اللي عندهم كلاستروفوبيا بيخاف من الاماكن المغلقه، احيانا يحس ان هو الماسك ده عامل له خنقه او حاسس ان هو مقفول، بقدر الامكان العينين دول نبدا معاهم فيري سلولي، نطمنه الماسك الاول، نحط الماسك عليه حتى من غير ما يكون في اي فلو من الجهاز ونجرب، لو العيان فعلا هيستحمل ويكمل كود مش هيقدر يستحمله يبقى خلاص، يبقى العيان ده مش هينفع يتحط على نون انفيزيف لانه عنده فوبيا من الاماكن المغلقه، وممكن نون انفيزيف بالنسبه له مش حاجه. طبعا في كل عينين اللي بتحط اول مره احيانا عندهم رهبه من الموضوع وخايف ومش حاسس الموضوع هيبقى صعب عليه، خصوصا لو انت حاطط سيتنج الاول شديده على العيان، يعني يحط ماسك يلاقي الهواء جاي بقوه عليه، فالعين دول لا احنا ده مش كلاستروف ولا حاجه، انت بس ظبط سيتنج، ابدا الماسك لوحده الاول حطه كده على هادي، خلي المريض يمسك الماسك بنفسه ويحطه زي ما قلت في سيتنج، يحط لنفسه هو الماسك وما تبقاش انت عنيف عليه في الاول، لا لازم العيان هادي وعارف هو الماسك اشتغل ازاي، ولازم يشاركك في القرار ويبقى ياخد اكشن، السيتنج بالنسبه له عاليه نوطها له، الفلو كتير عليه نقلل الفلو، البريشر عالي نقلل البريشر زي ما هنظبطها دلوقتي في السيتنج بتاع النون انفيزيف. طبعا السليب احيانا كتير قوي بيحصل ديستربنس في السليب بسبب ان انت حاطط ماسك مليك وليك عمال يصحي في العيان ويدي الارمات والجهاز كل شويه يدي الارمات جنب العيان، فلازم نظبط ان العيان يبقى سيتنج مظبوط على العيان، الليك يبقى از مينيم از بوسيبل عشان العيان يعرف ياخد جوز ليك. العيان فعلا لو حطيت ماسك كويس بل بالعكس ممكن ينام احسن من لو هو ديستريسد
قبل ما احط نون انفكتيف. فنون انفكتيف لو انت حطيته مظبوط السليب هيبقى احسن، لكن لو انت حطيت السيتنج مش مظبوطه، الالارمات مش مظبطه، الليك بيحصل كل شويه، العين ممكن فعلا كل شويه يصحى وما ينامش فترات نوم كويسه. في نقطة مهمة من النقط هي بداية علاقة المريض بالنون انفيزيف هي السيلكشن، أنا أختار العيان المظبوط. النقطة ديت من أخطر نقط اللي بتحدد مدى نجاح النون انفيزيف. وأحيانا لو أنت في بداية شغلك مع النون انفيزيف تختار عيانين غلط، ممكن تتكون فكرة خاطئة وسيئة عن النون انفيزيف إن هو بيفيل ونتائجه مش كويسة بناء إن أنت اخترت العيان الغير مناسب. النقطة دي في غاية الأهمية، ولازم تعرف ازاي تختار العيان اللي هيتحط على نون انفيزيف، ده يمثل 50% او اكتر من نجاح النون انفيزيف فنتليشن. ازاي هنختار العيان اللي هيتحط على نون انفيزيف؟ المرحله دي هتتم عن طريق تو ستيبس. تو ستيب تم مظبوط، انت بدات اول مراحل نجاح النون انفيزيف. تو ستيب ده هو عباره عن ايه؟ ان انا هختار العيان اللي انديكيتد للفنتليشن، حد اللي عنده انديكيتد فعلا ولا مش محتاج. لو انت عيان مش محتاج فنتليشن نون انفيزيف انت كده بتضر عيان وهتخليك تختار عيان مش مناسب. ده يتحدد على حسب كلينيكال كرايتيريا وبلاد جاز كرايتيريا. المرحله الثانيه هي الاكسكلوجن او كونترا انديكيشن، العيان ده محتاج فنتليشن لكن هو ينفع يتحط على نون انفيزيف، وده المهم ان احنا نعرفه مين عيانين ما ينفعش يتحطوا على نون انفيزيف. الريفرسابيلتي بتاع الديزيز بروسيس، الديزيز هيتحسن بسرعه ولا هيطول عم يتحسن، ده بتفرق معايا كتير جدا في النون انفيزيف. يعني عيان اي ار دي اس ومتوقع نتيجه نمونيا او فاب ومتوقع ان العيان دوت هيقعد اسبوع 10 ايام فعلاجه يتحسن، غير عيان برضو هايبوكسيميك ويعتبر مايلد اي ار دي اس نتيجه تريلي مثلا ترانسفيوجن ريليتد اكيوت لانج انجري مع بلاد ترانسفيوجن حصل رياكشن وعمل لي لانج انجري، اكيد الديزيز هنا غير الديزيز هنا. متوقع مثلا نون انفيزيف فنتريشن ينفع في عيان ترالي مثلا وان كان ده سيفير فورم، حتى لو سيفير بس ايرلي وبدات ايرلي انفيزيف ممكن تحسنه، اتوقع ان ممكن يبقى في نون انفيزيف، غير لو عيان فيه نمونيا واي ار دي اس، غير كمان الكوركتيريا العاديه بتاعت الهيبوكسيميا او تايب 1 او تايب 2 في اختيار نون انفيزيف، كمان الديوريشن بتاع الديزيز بيفرق معايا. يعني اللي فيه اكيد بالمونري اديما كارديوجينيك، العيان جايب كارديوجينيك شوك ونتيجه ام اي كومبليكيت بام اي، ده الديزيز ده هنا اتوقع يتحسن بسرعه نون انفيزيف فيه يبقى نتايجه احسن. الديزيز اللي هيطول معايا العيان هيستحمل يوم يومين ثلاثه نون انفيزيف بس مش عارف اكمل بيه فترات طويله، الكومفورت بتاع العيان هيقل. الديزيز نفسه هيبروجريس بسهوله لو انا حاطط سيتنج مش مظبوط على نون انفيزيف اللي بسهوله العيان ممكن يغير فيها وياخد اكتر من انا حاطه له بسبب ان هو العيان كونشس معايا وبتريجر وبيبذل مجهود على الفنتليتور. فانا لازم احدد العيان ده محتاج فنتيليشن او محتاج فنتيليشن. طب ينفع احط له نون انفيزيف ولا في كونترا انديكيشن؟ ده السؤال المهم. لو قلنا احنا بصفه عامه زي ما قلنا في الانيشيشن في الكلينيكال فنتيليشن كنت دايما بسال نفسي سؤال عندي انديكيتد ولا لا، لو طلع مش انديكيتد بنقول على طول ان العيان ده محتاج يمشي كونسرفيتيف على الاوبشن ثيرابي او زي ما الديزيز بروسيس ماشيه، وهعمله بريودكلي اسسمنت عيني عليه هقيمه كل شويه اطمن ان هو بيتحسن ما بيحصلوش ديتيريوريشن على الكونسرفيتيف تريتمنت. طيب لا هو انديكيتد للفنتيليشن يبقى لازم اشوف العيان ده كونترا انديكيشن نون انفيزيف ولا لا. يبقى كل عينين او معظم العينين هعمل لهم سكريننج يعني ينفع اتحط على نون انفيزيف ولا لا، اول ما احط قرار العيان ده محتاج اخد قرار العيان ده محتاج فنتيليشن. لو في كونترا انديكيشن يبقى ساعتها خلاص هدخل اوريدي على انفيزيف فنتيليشن والعيان ده ملوش ترايل نون انفيزيف. طيب لو قلنا ان العيان ده مفيش كونترا انديكيشن نون انفيزيف، بصينا على الليست بتاعت الكونترا انديكيشن لا مفيش حاجه تمنع تحط على نون انفيزيف، يبقى العيان ده انديكيتد للفنتيليشن. وممكن دلوقتي هنعرف دلوقتي ان في كاتيجوريز من العيانين ده بيستفيد جدا من نون انفيزيف، ده ممكن يستفيد، ده ممكن استفادته قليله شويه لكن ده مش هيستفيد خالص. هنعرف دلوقتي ازاي العيانين دول، وكمان مفيش كونترا انديكيشن يبقى العيان ده انديكيتد ان اجرب فيه نون انفيزيف، هياخد ترايل نون انفيزيف فنتيليشن وهشوف العيان ده سكسس ولا لا. ترايل نص ساعه ساعه ساعتين حسب كل مريض هحددها وهعمله اسسمنت بعد الترايل دي. لو ماشي كويس سكسسفول يبقى هكمل على نون انفيزيف وهعمل سيركت شغاله بدي العيان نون انفيزيف واقيم العيان ماشي كويس طول السيركت معايا ولا لا. اول كام ساعه في نون انفيزيف هم اخطر كام ساعه في التريتمنت بتاعي. لو يعني المريض عدى كويس في اول كام ساعه هتوقع ان شاء الله انه يكمل على نون انفيزيف كويس. في اي وقت حصل فيلير يبقى لازم هشفت للانفيزيف، والقرار ده ما ينفعش اتاخر فيه، لازم القرار يتاخد في ميعاده مظبوط بناء على كريتيريا ان العيان فيلد نون انفيزيف، وساعتها
اخد القرار جريء وانتويت العيان، مش معنى ان انا جربت مع نانو فيزن انت اصير على نانو فيزيف، لا، وقت ما العيان فعلا يفيل لازم اعرف انه فيلد ولازم ابدا انفيزيف، احضر انفيزيف كويس ويتحول لفيزيف فنتيليشن. لو قسمنا كده الديزيزز حسب مين الديزيز اللي ممكن تتمانج بنون انفيزيف، هنلاقي ان احنا عندنا اول عينين هو تايب 2 سبليت فيلير، هايبر كابنيك سبليت فيلير، ونلاقي عندنا عينين بيجي يا اما اكيوت يا اما اكيوت توب اوف كرونيك، عيان كرونيك سبليت فيلير تايب 2 وجايب اكسربيشن للتايب 2 دوت، او جاي اوريدي عيان اول مره يجيله تايب 2 سبليت فيلير. هنلاقي على راس القائمه ديت هي سي او بي دي اكسربيشن، وده باللون الاحمر لدرجه اهميته ان هو العيان ده من افضل العيانين اللي تمانج بنون انفيزيف فنتيليشن، الاكيوت اكسربيشن اوف سي او بي دي. تاني عيانين ممكن يستفيدوا في تايب 2 بنون انفيزيف هم العيانين ديفيكالت توين، وانا هشيلهم من فنتيليتور واحط بوست اكسيتيبيشن، انا من قبل ما اشيلهم حد اللي عندي انا عارف انه ديفيكالت وممكن يبقى ديفيكالت معايا هشيل واحط نون انفيزيف فنتيليشن بعد ما اشيل العين دوت مع الانفيزيف فنتيليشن، احط له 24 ساعه 48 ساعه حسب اللي شايف عن الانفيزيف فنتيليشن بروفلاكتيك، عشان العين ده عارف ان هو ريسك فاكتور، اتفند كده كتير، فيلد قبل كده كتير، فادمنشات قبل كده، فالعين ده عارف ان هو ريسكي. وهناخد ان شاء الله في محاضره الويننج اخر محاضره مين العينين اللي اختار لهم نوع ده من الويننج ان اشيله عن الانفيزيف فنتيليشن. هنلاقي بعض العينين برضو بيست هايبو فنتليشن وبيست سليب ابنيا، دول عينين كومن ان هم يكونوا بيتمانجوا في البيت على هوم فنتليشن، او حتى لو مش على هوم فنتليشن وجايين بياكل اكسربيشن، العين ده يستفيد من نون انفيزيف فنتليشن بالذات لو هو كرونيك وجايب اكوت اكسربيشن. هنلاقي كمان بوست اوبرتيف كومبليكيشنز اشهرها اتليكسز، عين قعد لونج اوبريشن، بريشر كان عالي جوه الابدون وقت هم شغالين سواء لابروسكوب مثلا، حصل اتليكسز بيزالي، العين موربد اوبيز مثلا وطالع بص ارتفع على حسيته عالي شويه، العيان دراوزي شويه بسبب السي او 2 دوت، العين ده ممكن يستفيد من انفيزيف بالذات لو مفيش كونترا انديكيشن كاوبريشن اتعملت ان يتحط على انفيزيف. نيو ماسكولار ديس اوردر بالذات الكرونيك احيانا كتير منهم بيطلعوا على هوم فنتليشن، هتلاقي اكزامبل ليها مثلا عندنا الاميوتروفيك لاتيراسكلروزس، ده نوع سبيسيفيك من الموتور نيورون ديزيز، لحد ما في استادس اتعمل كتير على نون انفيزيف العينين دول كهوم فنتيليشن كمان، ازاي بيقلل الاكسربيشن بتاعت الريسبيرتوري فيلير ويقلل الادميشن للريسبيرتوري للهوسبيتال. لو كنا على التايب 2 على التايب 1 ريسبيرتوري فيلير اللي هو الهايبوكسيميك، فهنلاقي ان على راس القائمه ديت باللون الاحمر كاردوجينيك بالمونري ايديما، البالمونري ايديما كاردوجينيك الاكيوت هارت فيلير، ده من احد الديزيز اللي بيتمانج كويس جدا بنون انفيزيف فنتيليشن اللي هو العيان ريسبوندنج الاوكسجين ثيرابي وستيل تاكيبنيك هايبوكسيميك. هنلاقي ان السباب من الحلول المناسبه جدا للعيان دوت، بلس اور ماينس محتاجنا كمان نقلب بنون انفيزيف ببريشر سبورت او باي باب في بعض الحالات منها، ده نتائجه هايله جدا. ليه؟ لان العيان دوت اكيوت ديزيز هيتحسن في خلال ساعات متوقعها مع الانتي فيلير تريتمنت بتاعي دايريسيز افتر لود ريدكشن، فمتوقع ان عنده فعلا يستحمل نون انفيزيف، خصوصا ان لو اديته بدات معاه بدري في الاوعيان قبل ما عيني يتوريت ويبقى اكزوستد الهايبوكسيم. هنلاقي العينين كمان الادفانسد مالجنسي الادفانسد اورجان فيلير الساينت، لو انا في المكان عندي او دولتي مسموح لي ان العين ساين دونوت انتيوبيت، العينين دول لو هو بدا يخش في سبوت فيلير في الفتره الاخيره الانتيوبيشن بالنسبه له هيبقى حل صعب. النون انفيزيف حل جميل في العينين دول، العين هيتني لحد ما وركنس بتاعه لحد ما معقول، مش هيبقى هيبوكسيك، هياخد اكسجين ثيرابي كويس على النون انفيزيف، هيبقى كونشس يقدر يكوميونيكيت مع ريدفيس تيلز انت في اغلب العينين دول. العينين المونو كومبرومايزد من العينين برضو النون انفيزيف فيهم بيدوا حلول افضل من الانفيزيف احيانا كتيره، بالذات ريسك الانفكشن بيبقى اكتر مع الانفيزيف، ريسك الاسبيريشن، الحاجات دي كلها. انا اخترت العين فعلا السيلكتد كويس اللي فيه اللي هو ممكن مرمايز نون انفيزيف زي حل كويس، والعينين اللي استفيدوا من نون انفيزيف انا اخترت العين المظبوط. شيست تروما، بلانت شيست تروما من الحاجات اللي احيانا كتير بيحتاج فنتليشن، بعض العينين فيهم بيبقوا سيلكتد فعلا يستفيدوا من نون انفيزيف، خصوصا لو انا بدات برضه بدري مع جود بين كنترول، دي حاجه مهمه جدا، لان العيان ياخد انجيزا كويس ساعتها اعرف امانج العيان ده كويس نون انفيزيف فنتليشن كويس جدا. عيان كتير محتاجه اركب لهم ايبيديورال مثلا انجيزيا من الحل المناسبه، لو انا كومبايد على نون انفيزيف العيان ده هياخد ماكسيم بينفيت من نون انفيزيف. قلنا بص اوبرتيف اتليكسيز ممكن تيجي بتايب 1 او تايب 2،
وده برضو احد الحلول المناسبه ليها نون انفيزيف، خصوصا لو مفيش كونترا انديكيشن لنون انفيزيف من ناحيه الاوبريشن زي ما بنقول كل شويه في الكونترا انديكيشن. النمونيز بصفه عامه من الحاجات اللي من تايب 1 نون انفيزيف فيها حل الى حد ما مش مناسب لمعظم في معظم الاوقات، قد بعض العينين قد ياخدوا ترايل بالذات لهم اللي هم امينو كومبرمايز، لكن النمونيا بصفه عامه بيبقى فيها كوبر سكريشنز احيانا بتبقى عائق قصادي في النون انفيزيف، احيانا كتير بيبقى فيها العين فيها ورك بريسنج عالي ما بتحسنش مع النون انفيزيف. الازمه الى حد ما فيها ثلوس بتتعمل على النون انفيزيف، نتيجه فيها بعض حتى كونتروفيرسي احيانا كتير، بس في اغلب الاوقات بيبقى فيها محتاجه كوشس ومحتاجه جود مونيتورنج. يعني الازمه لازم عشان احط نون انفيزيف لازم ابقى مونيتورد كويس في الاي سي يو، الانتيوبيشن جاهز معايا ما اتاخرش عليه لو عنده محتاج انتيوبيشن. يعني الازمه عنده سيفير اوي اوبستراكشن، الاوتو بيب وان الهواء يدخل ما اعرفش اخرجه من الحاجات الوارده جدا عن نون انفيزيف، فبالتالي لازم ابقى عارف كويس وانا بعاني من جعان ازمه عن نون انفيزيف اكون انا بيرفكت في الفنتيليشن، عامل مونيتور كويس للعيان جوه الاي سي يو. ما ينفعش احط مثلا عيان ازمه في الورد او في انترميديت في اسم الشيست مثلا على نون انفيزيف، ده فيري ريسكي في العيانين دول لان عندها ممكن بسهوله جدا يخش في اورت اير تريبنج بسرعه، ممكن يخش في اير واي اديما وما تبقاش ديسكفرد واضحه معايا، يعني ازمه ممكن يكون عنده حاجات اذر اليرجي زي الاير واي مثلا، واللي عنده مبقاش واخد باله ان هو بدا يخش في اير اوبستراكشن ووجع تقريبا الاقي عنده ديفكولت انتيوبيشن معايا. فتيك كير في العيانين دول لازم يبقوا انفيزيف ماشي بس يبقى اندر كود مونيتورنج وفي اي سي يو والكوبنت بتاعتي جاهزه كلها انتيوبيشن وفنتيشن انفيزيف كل الحاجات جاهزه معايا. الاي ار دي اس او الاكيوت ريسبيرتوري ستريس سندروم من ديزيز العنيفه في الهيبوكسيميا بتاعتها، كون النون انفيزيف فيها في ترايلز في بعض العيانين سيلكتد معظمهم بيبقوا في المايلد اي ار دي اس. المايلد اي ار دي اس خصوصا لو اكسترا بالمونري ديزيز زي بايكوز زي التريلي مثلا او باكيلاتايتس مثلا او البيرن اللي عامل سكندري بس من غير انهيليشن انجري طبعا، ده ممكن في العين دول ممكن اخد ترايلز نون انفيزيف فنتليشن ابقى كوشوس. وفي العين دول بناخد تكير ان العيان ده لو بياخد فوليومات اكتر من 9 مللي بير كي جي، بعض الصوص اتعملت على لو اكتر من 9 مللي بير كي جي العيان لو بياخده على النون انفيزيف يبقى يفضل ما تكملش على النون انفيزيف في الحاله ديت وتشيفت الانفيزيف، لان ده العيان بياخد فوليومات كتيره جدا ممكن تزود اللانج انجري عن طريق الفوليوتروما اللي بيحصل. لو كنا من ناحيه ايفيدنس بيست هنلاقي ان السترونج ايفيدنس في عينين السي او بي دي اكسربيشن، العينين كاردوجينيك بالمونري ديما، العينين الامنون كومبرمايزد زي الايدز وزي الماليجنسي والاورجان ترانسبلانت عشان افويد انفكشن، العينين السي او بي دي اللي عايز اعمل لهم ويننج مع الفنتليشن هعمل لهم ويننج اللي بروفلكتيف نون انفيزيف بعد الانتيوبيشن. يبقى دول اربعه كاتيجوري اربعه بيشنتس سي او بي دي في وقت الاكسربيشن ووقت الويننج، الاكوت كارديو بالمونري ايديما والعينين الامنون كومبرمايز زي الايدز والمالجنسي الهيماتوش مالجنسي وزي العاملين اورجان ترانسبلانت. العينين دول يستفيدوا جدا من النون انفيزيف سترونج ايفيدنس في العينين دول. لو كنا انترميديت ايفيدنس عينين الازمه والسي او بي دي اللي معاه نيمونيا اللي جاي بنيمونيا هو اساسا اوريدي سي او بي دي وعنده كونكت تايب 2 غالبا، او لو انا عندي فيلد فيلير للسي او بي دي اكسبريشن فيلير وفيلد وبعد ما شلته هلحقه بنون انفيزيف، وان كان بعض العينين النتائج فيها مش حلوه ان انا اعمل الحق العيان بنون انفيزيف في معظم العينين، لكن السي دي ممكن يبقى ايفنس فيها لحد متوسط ولازم برضه ابقى كوشس ما اتاخرش عين في الانتيوبيشن. العينين دو نوت انتيوبيت او العينين البوست اوبرتيف دول ايفنس فيهم انترميديت ويبقى كيس باي كيس كده سيلكشن كويس مع اتاكد كونفيشن كونتر انديكيشن عشان امانج بنون انفيزيف. ويك ايفيدنس اكتر او اقل في عينين الاي ار دي اس المايلد اللي اغلب معاه سنجل اورجان انفولفمنت، فدول فيهم يعني اوبشن فيهم نون انفيزيف بس هتبقى تيك كير تبقى عارف انك بتمانج العين ده ازاي عشان ما تعملوش فنتريتو اندوز لانج انجري. الكوميت اكوارد نمونيا بصفه عامه مش فاضل فيها نون انفيزيف ايفيدنس فيها ضعيف، العين بيبقى لحد ما محتاج يعني فنتريشن سيف شويه، محتاج بيبقى عالي شويه، محتاج ان العين ده يعرف يطلع سيكريشنز كويس عشان ده درينج كويس للانفكشن اللي عنده. يعني سيستيك فيبروزس كذلك لو انا عندي عايز افست ويننج العيان مش سي او بي دي وهو اوريدي عايز اشيله بروفلاكسس هنلاقي برضه بنس فيها مش قوي غير في بعض العينين زي الكارديوميوباسي او السيرفس فانكشن. نيو موسكلر ديزيز وشيست وول ديفورمتي برضه ايفيدنس فيهم ضعيف شويه، لكن ممكن اترايل اوبشنال لو انا عندي اكويبمنت جاهزه وعامل موتور كويس للعيان والعيان مفيش كونتر انديكيشن واضحه.
النوت ريكومندد في العيانين الاند ستيج من البابلونر فيبروسس اللي جاي بتايب 2، في اغلب البابلونر فيبروسس بيجي تايب 1، في الاند ستيج او ادفانس ستيج بيجي بتايب 2 في الغالب، اللي عندها بيبقى صعب جدا يرجع نون انفيسيف. العيانين السيفير اي ار دي اس مودر تو سيفير ومسيتل معاهم مالتي اورجن، اللي عندهم افضل افضل فين طبعا هو الانفيسيف، ده الموست سيف، ده اللي هعرف اتحكم فيه كويس في العيان دوت. طبعا لو انا عندي بوست اوبرتيف العيان عامل ايبر اير واي او اسفجيال سيرجري، طبعا البوست بريشر ممكن ده يدخل عن طريق الجي اي تي يعمل لي مشاكل في السوتشرنج او يعمل لي ليك في يسوي الهيلنج بتاع الووند. طبعا الابر اي اوبستراكشن نتيجه كلوجن، فده طبعا ممنوع في نون فيزيت، لازم ادخل انفيزيف. زي مثلا عندي كيان عنده كانسر لانكس مثلا وجاي بسترايدو، اوكي ده لازم ادخل فيه على طول بايروي مانجمنت مع الفنتيليشن، مش هيبقى فيه نون انفيزيف. يبقى احنا الخلاصه، انا عندي ستيب الاولانيه الانديكيشن، وانا عندي ديزيزز متخيل الباك جراوند بتاعت الديزيز اللي عندي، في ديزيزز عليها نتائج كويسه نون انفيزيف، ديزيزز لحد ما نتائج متوسطه، ديزيزز نتائج فيها قليله، وديزيزز لحد ما صعبه ماليش نون انفيزيف. هبدا ابص على عيان ذات نفسي بقى اللي عندها انديكيتد فعلا ان الفنتليشن ولا لا، كلينيكال وبلاد جازز، العيان ده تاكبنيك ولا لا، العيان ده في اسيدوزس في البلاد جازز ولا لا، العيان ده ديزنيك وبيشتكي ان هو مش عارف ياخد نفسه، العيان ده فيه مصل اكسس مصل شغاله ولا لا، بارتكشكال بريسنج دي ساين الاكزوشن بتاع الريسبيرتوري ماسلز. انا بقيم العيان كلينيكال وبالبلاد جازز، حد العيان ده وضعه ايه، دخل في فيلير اوريدي نوت ان فيلير، ده لسه بيكومبنسيت بالمصل بتاعته، ده يحدد لي عنده فعلا انديكيز ولا. وزي ما قلنا ان مفيش انديكيشن شارب او جايد لاين تقول امتى احط العيان على نون انفيزيف او انفيزيف، انا بقيم العيان كلينيكال مع التحسن بتاعه مع انيشال تريتمنت مع البلاد جازز عشان احدد العيان ده انديكيز ولا. الستيب الثاني هي كونترا انديكيشن، العيان ده فعلا محتاج فنتيليشن، يا ترى هو ينفع نون انفيزيف ولا في كونترا انديكيشن؟ هنا في حاجات ابسولوت كونترا انديكيشن وفي حاجات ريلاتيف كونترا انديكيشن. الابسولوت اللي مستحيل احط معاه نون انفيزيف، العيان الريسبيراتوري ارست، العيان الابنك، العيان الكارديك ارست ورد البوست كارديك ارست وهو معاه في الاغلب ريسبيراتوري ارست، العيان اللي فيه كارديك انستابيليتي، العيان اللي عنده هاي بوتنشن وعلى ميجا دوزيس من الفازو بريسورس ومحتاج فنتيليشن، ده صعب جدا احطه على انفيزيف، ده بعرض عين الريسك ان هو يشارك معايا في جازك تشينج، يعمل ورك بليسنج على الفنتيليتور، يزود الورك لود على الهارت، وكمان لو حصل اي مشاكل اريزميا او حصلت معايا وهو عنده على فازو بريسورس مش هلحق انتوبيت ولا اعمل شوك ولا اشتغل سي بي ار، فهو فعلا بيبقى ساعتها كوست بنفيت انفيزيف افيد له كتير من نون انفيزيف. يعني السيفير سيفير اريزميا مالينجنت اريزميا الفي تاك الفي اف لو محتاج فنتيليشن اعتقد هيبقى بالنسبه له نون انفيزيف حل اصعب، هكونسيدر فيه نون انفيزيف از ايرلي، وطبعا هيبقى كيس باي كيس اسسمنت للعينين دول. العين طبعا اللي عنده مشكله في بروتكشن الاير واي وعنده هاي ريسك اسبيريشن زي العين الديستربت كونتراستيف الجلاس بقى من 8، العيان اللي فيه بربر مانيفستيشن، اللي عنده مشاكل في اللانكس مثلا عين ثايرويد مثلا وعنده بوكا كورد باراليسيس، اللي عنده كلهم الاسبيريشن ريسك اسبيريشن فيه مشكله نون انفيزيف، وبالتالي همانجو ب نون انفيزيف انتجريشن. ايه كمان؟ العين الانكو اوبرتيف الاجيتيتد اللي عنده بيرد مينتال سيتس اللي سليبي جدا انكيفالوباسيك، العين اللي مش هيقدر يحط الماسك ويستحمل ياخد نفسه ويكوبريت مع الجهاز، يعني ممكن انكبرت دوت مش هينفع نربطه في السرير مثلا زي بعض السيدي الاي سي بتعمل ونحطه في، لا ده غلط، العين لازم كوبرت معايا، لازم يشارك معايا في جهاز التشينج، لازم جاي يشارك معايا في الفنتيليشن، لازم العين متعاون عشان النفس يبقى سينكروس، دخول الهواء والنفس اسينكروس مع العيان هيزود ايروفاجيا يدخل هواء اكتر في الجي اي تي، ممكن يعمل فوليو تروما وبارو تروما للعيان ويدخلني في فيديتور دوز لانج انجري، يبقى ده حاجه اساسيه جدا العيان لازم يبقى كوبرتيف معايا، ما ينفعش العيان ده سيديشن ونايمه واحطه نون انفيزيف حتى لو ستيب بيتريجر، لا لازم العيان يبقى كوبرتيف، لازم يشارك معايا في سحب الهواء، ده حاجه اساسيه جدا. العيان اللي عنده مايلد اجيتيشن ممكن، اللي عنده مايلد دراوزي في بدايه الدراوزي ممكن كوبرتيف معايا في تقدر ماشي مفيش مشاكل، لكن العيان السيفير اجيتيشن اللي مش عايز يحط الماسك وبيخلع في الماسك ده خلاص ما ملوش حل نون انفيزيف، لو ما عرفش يعمل كنترول للاجيتيشن يبقى لازم افويد نون انفيزيف انتشن في العيان. اللي عندي ريسنت سيرجري او تروما في الفيس
او في الهيد مجزله التروما مثلا. طبعا الماسك مع الربطات بتاعت التثبيت الماسك والحاجات دي لو في اوبن ووند او لو في فراكشرز هيحصل ديسبيسمنت، كل ده كونترا انديكيشن لان احط نون انفيزيف انتليشن بسبب ان انا هعمل انجر دايركت فيزيكال بضغطتي على المكان اللي فيه التروما او السوتش. لو عندي بيشنت في تراكيو اسفيجال فيستولا لاي سبب، سواء كانت كوميونيكيشن لبرونجت انتيوبيشن او تراكيستومي او اي حاجه تاني، طبعا ده وجود نون انفيزيف انتليشن هيحصل ليكج بسهوله، هيخلي كمان الاسبيريشن يحصل بسهوله والسيبرش تدخل من الاسوفجس او الاسوفجس او الابر وي تخش للتراكيه، فالحاله زي كده بيبقى لحد ما ديفيكولت شويه في العينين. العينين اللي فيهم هيماتيمسيس سيفير بليدنج جي اي تي، هيماتيمسيس او بلينا او ريسنت تروما للاسوفجس او سيرجري للاسوفجس او الابر ستومك كمان، دول عينين دخول هواء فيهم هي ممكن يعمل اسبيريشن لو انا عندي هيماتيمسيس، ممكن ياثر لي على السوتشر اللي موجوده بتاع ريسنت سيرجري في الاسوفجس او في الستومك. العينين دول نون انفيزيف فيهم انفليشن هيبقى مور هازارتس وهيديني كوست اكتر من البنفيت اللي ممكن اخدها من نون انفيزيف انفليشن. لو كنا عرفنا في كونترا انديكيشن اللي انا ممكن افصل فيها بقى شويه اشوف العيان اوزن كل عيان بعيان. اول حاجه السكريشنز، لو عندي كميه كبيره من السكريشنز والعيان كل شويه اضطر اشيل الماسك ويقعد يكح في السكريشنز، هاوزن دي قصاد دي. انا اجيب مثلا عين السي او بي دي، ده من العيانين اللي عندهم كرون برونكايتس في اغلب الاوقات وعنده كميه سكريشنز محترمه وخصوصا وقت الاكسبيريشن، ومع ذلك من الكلاس 1 من العيانين اللي بيستفيدوا جدا من انفيزيف. فالسكريشنز بحسبها كوست بنفيت للعيان، بيطلع سكريشنز قد ايه، بيحتاج يشيل نون انفيزيف قد ايه، يستحمل يشيله عشان كل شويه يكح ولا لا، هل النون انفيزيف بيزود ان يحصل ريتيننج سكريشن ولا لا، فهحسبها دي تعتبر ريلاتيف حسب كل عين. لو عندي ابنورماليتيز في النيزوفانكس، كونجنتال انوماليز في النيزوفانكس، اي مشاكل ممكن تاثر على النون انفيزيف، ها برضه هشوف العيان ده كيس باي كيس ينفع تون انفيزيف ولا لا. تالت حاجه الاكستريم اوبيستي، العيان الاوبيستي العادي ده ما فيش مشاكل من الفيزي، بالعكس هيفيده في عينيه احيانا كتير، لكن العيان بقى الاكستريملي اوبيز ده اللي هفكر هل الفيزي فعلا هيبقى مفيد بالنسبه له ولا ممكن ما يبقاش افكتيف مع الاوبيستي العنيفه ديت، هل ممكن يحصل ايروفاجيا بزياده في العيان دوت، فهيبقى ساعتها كوست بنفيت هيوزن عيان بعيان. طيب انا خلاص عديت اول مرحله وركزت جدا وانا بختار العيان اللي هحطه انفيزيف، تاني مرحلة هي ان هجهز الاكويبمنت اللي انا محتاجها. لو انت مكان عندك مش متجهز باكويبمنت كويس نون انفيزيف هيحصل فيلير نون انفيزيف بسهولة جدا. فلازم انا اجهز الاكويبمنت بتاعتي في المستشفى بتاعتي في المكان بتاعي في الفنتليتور بتاعي واختار العيان المناسب اللي اتحط على ايه على الفنتليتور. هحتاج ايه؟ هحتاج اول حاجة فنتليتور يشتغل على نون انفيزيف. يا اما عندي الاي سي يو فنتليتور العادي الاكيوت ادلت فنتليتور بس في مود نون انفيزيف مجهز ان يكومبنسيت الليك اللي هيحصل، ما ينفعش اجيب جهاز قديم ما فيهوش مود نون انفيزيف واستخدم نون انفيزيف، ليه؟ الجهاز ده مش متعود انه يكومبنسيت ان لو حصل ليك يزود الفلو اوتوماتيك بحيث يعوض الليك ده، وبالتالي هيبقى على حساب المريض، مش العيان ده لو حصل ليك الجهاز مش هيعرف يكومبنسيت، العيان هيحس انه مخنوق بسبب الليك ده. عندي اجهزه بورتابل الهوم فنتليتور البورتابل او المخصوص للترانسفير جوه المستشفى بره المستشفى، ده مجموعه صغيره دي من جهاز نون انفيزيف، او لو انا عندي يونتس السباق والبباب ديت بريشر تارجت فنتليتور سبيسيفيك مخصوصه لنون انفيزيف فنتليشن، احيانا كتير كمان تبقى نتيجه احسن في بعض العيانين من الفنتليتور الكبير، بيبقى عندهم كباسيتي ان هو يعوض ليك ويعوض فلو اكتر كمان من بعض الاي سي يو فنتليتورز. تاني حاجه احتاجها هي الانترفيس، يبقى انا محتاج فنتيتور يشتغل نون انفيزيف ومحتاج انترفيس او ماسك اللي انا هركبه على العيان عشان اديله نون انفيزيف فنتيليشن. طبعا الهوموديفاير من الحاجات اللي ساعات بننساها، مهم جدا ان عندي يبقى متوصل على هوموديفاير بقدر الامكان يخلي السكريز ما تبقاش دراي بسرعه، العيان يبقى كومفورتبل على نون انفيزيف. يبقى ببساطه انا هحتاج فنتيتور وهحتاج انترفيس. نتكلم شويه عن الانترفيس اللي ممكن احتاجها وهنتكلم شويه عن الفنتليتور سبيسيفيك البيباب نتكلم عنه. بالنسبه للسباب او البيباب يونتس ديت فنتليتور بتشتغل بنظام البريشر تارجت، بتبقى فيها مايكرو بروسيسور تقدر تظبط البريشر زي ما انت عايز، تحسب كمان بعضهم بيتارجت فوليوم اللي انت عايزه، يبقى ديول كنترول يتارجت الفوليوم يعلى وينزل بريشر.
طبعا مش شغال كلها بالكهرباء، مش محتاجه اي باور، اي سورس للباور بتاعتها، لا اير ولا اكسجين. هي بتشتغل اوتوماتيك بمبات جواها، مجرد ما تحط الكهرباء تشتغل هي وتطلع بريشر من الاير الموجود اللي بيتسحبه من الغرفه. فيها بلاور عشان ينظم الجاز فلو والبريشر اللي انت عايز تدخله المريض. ليها سيركت سبيسيفيك، بتبقى سنجل سيركت. مهم جدا ما بتلخبطش بين الديوال سيركت اللي بتوصل على الفيزور الكبير، والسيركت اللي بتوصل على الفيزور او السي باب يونت. ديت ليها مخرج مختلف، ليها مقاس مختلف، وتركب على ماسك كمان مختلف. الماسك في السباق والباب يونت اللي هو بيتوصل على جهاز على سيركت سينجل، بتلاقي فيه فينستريشن انتندد ليك، بيتحب موجود فيه، لازم الماسك ده يخرج هواء بتاع الاكسبيريشن من الفتحات دي. بعكس الماسك اللي بتوصل على الفنتليتور الكبير الاي سي بتاعنا اللي بيبقى فيه سيركت بتاعتنا العاديه الدبل انسبيريت ليمب واكسبيريتور ليمب، بيبقى الماسك ساعتها ما فيهوش اي فينستريشن، ما فيهوش اي فتحات، بيبقى معامل حساب ان كل اكسبريشن هيرجع في الليمب الاكسبيراتوري. زي ما قلنا البورت الموجود انتشنال ليه بورت موجود، واحيانا بعض الماسكات بيبقى فيها فولف كمان اكسبيريشن فولف موجود في قلب الماسك. الاجهزه دي بتبقى في الاغلب الاوقات تريجرد بالبيشنت، لكن فيها مودز بتبقى فيها باك اب ريت، بيبقى باك اب ريت موجود يسموها اس او اس تي سبونتينيوس، ده اللي بيبقى فيها العين بتريجر، والاس تي اللي بيبقى فيه باك اب تايم لو العيان ابنك يديله. وبرضه لازم احدد انا هحتاج ايه العيان بتاعي، هل في ريسك يخش ابني يبقى اجيب الاس تي، مفيش ريسك يبقى اكشن الاس. معظم الاجهزه دي بتشتغل بالبريشر ليميت، قليل منها اللي بيتارجت فوليوم، يبقى بريشر ليميت برضه بس بتارجت فوليوم. وان البريشر ليميت في النون انفيزيف من الافضل في استخدام كل النون انفيزيف عن طريق بريشر، عشان لو في اي ليك يبقى انا مش متحدد بالفوليوم اللي دخل، انا متحدد ان تانيد العيان طالما البريشر اللي انا حاطه له لسه ما وصلوش. برضه تمام، برضه نفس السايكلينج بتحصل ساعتها اول ما العيان يشبع، يبقى زي نفس السبورتد بتبقى سايكلد بالفلو عند قيمة معينة من البيك فلو، أو لو العيان ده ابنك هيشتغل زي ما هو عامل انشيشن بتايم تريجر هيبقى تايم سايكل. بعض الأجهزة بتحط الباك اب كمان تايم سايكل لو العيان الماسك حصل فيه ليك وملايك جامد، هيحتاج تاني جهاز يدي ومتخيل إن العيان بيسحب، وبالتالي تلاقي فيه تايم سايكل كباك اب لو العيان الماسك مش فيت على المريض او في ليك جامد او حتى شال على المريض، هتلاقي نفسه ما بيكملش عند ثانيه او حسب نزاله التايم يوقف بعد التايم سايكل اللي انا حاطه ده. بالنسبه للانترفيس اللي هنحتاجها للمريض، هنلاقي عندنا فرايتي مختلفه من الانترفيسز. هنلاقي عندنا حاجه اسمها الاورونيزال ماسك، الفول فيس ماسك اللي مش كومن عندنا في كل الاشيوت في مصر، معظمها في الفول فيس. في عندنا توتال فيس، مش هنعرف الفرق بينهم. هنتكلم يعني برضه عن الهلمت. في بقى حاجات اكتر للهوم فنتيليشن، نيزل ماسك والنيزل بيلوز وماوس بيس. الحاجات دي لحد ما مخصصه اكتر للعيانين اللي هيحتاج هوم فنتيليشن او هوم سباب في البيت، اسباب تانيه غير المشاكل سكوت فيلير زي الاوبستراكتيف سليب ابنيا والابر اوبستراكشن اثناء السليب. هنلاقي ده الفيس بتاع المشهور اللي في الاورو نيزل ماسك بتاعنا او الفول فيس، بيغطي الفيس والنوز. وهنلاقي دايما المفروض الماسك يبقى جاي معاه حاجه نشين يطمن ان مقاس الفيس قبل ما نركب ماسك مناسب للمريض، يبقى فيها الميديوم والسمول واللارج. وانا قبل ما افتح الماسك بطمن المقاس ده فعلا مناسب من عند نيزل بريدج بتاع المريض لحد تحت اللبس عند الشين كده، اطمن الماسك يبقى هيبقى راسي هنا في المكانين دول بالمقاس المظبوط. الماسك التاني هو التوتال فيس، وده بيغطي كل الفيس بما فيها الاي. وطبعا لحد ما الماسك دوت هيبقى معرض ان يزود بريشر جوه الاي، معرض كمان ان العين اللي عنده كلاستروفوبيا يخاف منه اكتر لانه يبقى مغطي كمان معظم الفيس. طبعا ده مش كومن عندنا في مصر، الاكتر هو الفول فيس. الحل الثالث كانترفيس هو الهلمت، زي ما احنا شايفين كده هلمت خوذه كبيره كده مغطيه نازله على الفيس، بتثبت كويس على النك، بيبقى ليها لمب برضه بس بتاخد تدخلين وطالعين. طبعا دي ميزتها الاساسيه انها اقل شويه في الليك، اقل شويه في السبريد. لو في عندها في انفكشن زي فيرال نمونيا مثلا، او في حاجه ايربورن ممكن تزيد مع النون انفيزيف، فبالتالي هيبقى لحد ما اقل
ومور سيف في الانفكشن، ولكن طبعا تركيبه اصعب شويه، محتاج ترينج اصعب شويه، مش زي بسهوله الماسك العادي. الحاجات بقى اللي فاضله اللي بتاكتر مع الهوم فنتليشن، عندنا النيزل ماسك ده على قد النوز بس، بيغطي النوز بس احنا شايفين. طبعا عندي عيان ماوس بريسر مش شديد خالص بالماسك دوت. الماسك التاني هو النيزل ميني ماسك، احنا شايفين كده اصغر في المقاس، برضو بيعتمد على انه يغطي النوز فقط. عندي كمان نيزل بيلوس، دي كلها اشكال. ممكن عيان يبقى كومفورتبل اكتر مع النوع ده عن النوع ده، بيبقى بيجرب المريض وحسب مستريح له اكتر بيجربه، والتلاته دول هم اكتر ماشيين ناحيه الهوم فنتيليشن. عندنا كمان الماوس سيل ده برضو طيب اكتر للعينين الماوس بريسر، وبرضو مينلي في الهوم فنتيليشن كنون انفيزيف. طيب احنا كده حددنا المريض اللي هيحتاج نون انفيزيف فنتيليشن، اخترناه بعنايه دقيقه وجهزنا الادوات بتاعتنا، ولازم عندي ديفيكالت سايز ديفرنت سايز مقاسات مختلفه بحيث انقي مقاس المناسب للعيان من الماسك المناسب او الهلمت الحاسب اللي عندي، حاسب عن ايه بيستحمله اكتر لو انا عندي كذا شكل. دول اول خطوتين مهمين جدا، اخترت العيان وجهزت السيتنج بتاعتي اللي محتاجها كوبنت محتاجها. الخطوه الثالثه هي ان انا احط بقى العيان انيشال سيتنج مظبوط. الثلاث خطوات دول هم اساس نجاح النون انفيزيف زي ما هنتكلم في بريتو للسكسس. يبقى لازم كل خطوه من دول تتعمل مظبوط عشان في الاخر الاقي نتيجه كويسه من النون انفيزيف. لو عن الستبس، هنلاقي اول ستيب ان العيان ده لازم يقعد كويس في السرير، ما ينفعش احط نون انفيزيف العيان نايم في السرير فلات وهو ديستريس اساسا، لا لازم نقعد العيان كويس في السرير، نقعد نتكلم معاه وندردش كده ونفهمه هنعمل ايه، الماسك ده عامل ازاي وهنحطه ازاي وهنربطه بالراحه على وشك، وخد معانا غصب الراحه وما تخافش منه، وهنظبط سيتنج زي ما انت عايز، لو النفس بريس جاي عليك كتير نقلله لك مفيش مشكله خالص، لو قليل نزوده لك، ونتفق مع المريض ان احنا هنتعامل معاه فيري سلولي، هنبدا زي ما هو عايز هنظبط له، وناكد على المريض ان هو خلال دقائق بسيطه هيبدا العين يتعود عليه. ممكن في الاول يبقى متخيل ان هو صعب عليه شويه وفاهم ده متوقع عادي مش مشاكل، ما تقلقش 5 6 دقايق 10 دقايق نفسك اتعودت عليه وبقى نفسك بدأ ماشي مع هارموني معاه. يعني كتير عين كتير مثلا اللي عندهم اوبستراكتيف اير واي ديزيز وجاي بأزمة اكسيوم دي اكستربيشن، هو عنده اير فلو اير هانجر عنيف وحاسس مش عارف ياخد نفسه، يقول لك لا انت حط ماسك يخنقني اكتر، فاهمه لا ده هيساعدك وهو ده اللي هيدخلك الهواء، بس انت خد وقتك معايا كده لحد ما تبدأ الجهاز وانت تعودوا على بعض ويبدأ الفلويد ماشي كويس معاك. تاني خطوة ان انا لازم انقي السايز المناسب من الماسك، ما ينفعش اجيب ماسك كبير ما صغير ملوش لازمة، اجيب ماسك مش مناسب ما تحطش انفيزيف خالص احسن. لازم عندك ماسكات مقاسات مختلفة، دلوقتي اسعارهم سهلة جدا انك توفر، حتى لو عندك في المكان بتاعك ما فيهوش ماسكات مختلفة اشتري، والموضوع بسيط جدا ومش مكلف خالص، وكذا كذا نوع وكذا ليفل وكذا كوست. تاني حاجة انك لازم تتأكد ان الماسك ده هتحطه فيت على المريض، اخترت المقاس المناسب وهنظبطه فيت كويس على المريض. تاني حاجة انك هتبدأ تحط انيشال سيتنج، ابدأ بلو بريشر، ما تستعجلش تحط العين ده بريشر اللي هو محتاجه من الأول، لا ابدأ معاه سلولي لحد ما يبدأ يتعود، ما يخافش من الماسك، يطمن ان الفلول اللي جاي له حلو مش عالي عليه ولا حاجة، وأول ما يبدأ يتعود ويتوليت الماسك 5 دقايق 10 دقايق يبدأ يرفع بريشر جراديوال 2 باتنين زي ما هنقول دلوقتي في البريشر بالظبط. فلازم نطمن احنا هنبدأ ستارت لو اند انكريز سلو، ابدأ ببريشر قليل واعلى البريشر بالراحه 2 باتنين لحد ما تحقق التارجت بتاعك انت عايز تحققه كاكسجينيشن او فنتيليشن، في نفس الوقت العين يبقى كومفورت ومستريح على يعني عشان يتوريت معاك ويكمل معاك الرحله، انت العين ده شريكك في النون انفيزيف. بعد كده هنخلي العيان يمسك الماسك بايديه، خد ماسك امسكه حطه لنفسك، خلي المريض يمسك بنفسه الاول الماسك ويحطه لنفسه كده ويدوس ويحط ياخد نفسه قبل الماسك، وبعد كده انت امسك الماسك معاه وابدا ثبته انت بعد كده بالاستبس. انت الاول عود المريض ان هو اللي يمسك الماسك ويحطه لنفسه، ويبقى هو مش يشجعنا ويشجعك ويشجع الترايل نفسها، هو اذا نفسه يبقى انترستد انه يكمل معاك الترايل. طبعا هنحتاج طبعا نمونيتور الساتوريشن طول النون انفيزيف بالس اوكسيمتر، هنتارجت ساتوريشن حسب العيان بتاعنا، مينيمم في معظم العيان هيبقى 90% حتى في السي او بي دي اراوند 90%، اللي هي الهايبوكسيميا العاديه او تايب 1 ممكن تارجت فوق ال 94 في اغلب الاوقات. هنبدا بقى خلاص العيان اطمنا ان هو بدا ياخد على الماسك، ده بقى نربط الماسك بعدها نظبطه كويس في الستربس بتاعتنا،
ما نبقاش تو تايت قوي، لا خلي الماسك وسط، لا هو لوز وعمال يليك ولا هو شادد على وش المريض وهيعوره في الاخر. نخلينا وسط، ما يبقاش تو تايت وما يبقاش تو لوز، يبقى لحد ما فيت كويس ما يليكش، وفي نفس الوقت ما يبقاش ضاغط ويعور للمريض على لونج تيرم ويعمل لي السرز وبريشرز وابريشنز في وش المريض. نقدر كده نحط بقى البريشرين اللي هنستخدمهم، او وان بريشر زي ما احنا هنستخدم لو احنا مود سي باب او مود باب. عندنا في حاجه اسمها اي باب وحاجه اسمها اي باب. لو انا بستخدم على هوم فنتليشن او بورتابل فنتليتور او سي باب او باب، هتلاقي في الاسم مصطلح ده مقصود بيه اي باب انسبيراتوري بوزيتيف بريشر والاي باب اكسبيراتوري بوزيتيف اير واي بريشر. يوم يقابل عندي ايه في المودز؟ يقابل عندي مود البريشر سبورت، البريشر البيب هو الاي باب، والبريشر سبورت توتال مع البيب يقابل الاي باب. هنا هتلاقي معظم الاجهزه اللي فيها اي باب واي باب بيتكلم على البريشر توتال، وقت الاي باب هيبقى توتال كام؟ فرض مثلا انت حاطط اي باب 15 واي باب 5، يبقى البريشر سبورت ساعتها هيبقى 10. تمام؟ والمود هنا هيقابل البريشر سبورت فنتليشن مود على الفنتليتور الكبير بتاعنا، اللي هو هيدي انفاس سبورتد، لان لما يتريجر ياخد زقه من جهاز ببريشر سبورت يقابل الاي باب هنا، بس هنا هيساوي مجموع الاي باب مع البريشر سبورت، ووقت الاكسبريشن هيدي له البيب بتاعنا اللي هو الاي باب. العين لو ابنك ما بياخدش على البريشر سبورت كمان، الباك اب ابني. هنا برضو بعض الاجهزه الهوم فنتليشن او الباي باب او السي باب تلاقي فيه باك اب ريت يسموه اس تي، تي ده هو تايم، هيديله انفاس مانداتوري ببريشر كنترول لو انا العين ده بقى ابنك. طيب بظبط الاي باب والاي باب بحيث احقق ساتوريشن كويس بالاي باب، ده هيظبط لي الاكسجينيشن زي البيب، وتايدال فوليوم هي عن طريق فرق الاي باب من الاي باب، زقه اللي هديها له معقول النفس هي اللي هتحدد الفوليوم. وبالتالي انا زي ما كنت بعمل في البريشر سبورت مود، انا هعمل برضه هنا، انا هتارجت ان الاي باب والاي باب فرق بينهم يحقق لي تايدال فوليوم اللي انا عايزه. انا محتاج تايدال فوليوم 500، محتاج 400 حسب وزن المريض وحسب الديزيز اللي عنده، هظبط التايدال فوليوم اللي انا عايزه وهبدا ازود او اقلل الفرق بين الاي باب والاي باب على حسب التايدال. هتابع البريشر واي بتاعي لو جهاز عندي بيقرا البريشر واي سواء على بريشر واي بريشر، او هتابع تايدل الفوليوم والجهاز اوريدي بيقرا لي، حتى السيابو والباب بيقروا لي تايدل الفوليوم عم بيقرا. اطمن ان مفيش ليك، الاسترابس مشدوده كويس، مفيش لا اوفر ولا اندر ليك موجود بسبب ان انا شادد او على الاستربس قوي او مرخي والجهاز والماسك بيليك. مهم جدا هتابع تاني حاجه اتابعها هي الريسبيراتوري ريت. الريسبيراتوري ريت من الحاجات المهمه اللي بتديني انيشال امبريشن العام بيتحسن ومستجيب نون فيزيف ولا، هيبان في خلال ربع ساعه بكثير تلاقي العام بدا نفسه يهدى. انت بادئ نون فيزيف على الريسبيراتوري ريت على اوكسجين مثلا او على نيزل على 40 مثلا، في خلال ربع ساعه الريسبيراتوري بقت 35، ده جود امبريشن ان الريسبيراتوري بتاع العام بدا يهدى، بدا ياخد كفايته في كل نفس، وبالتالي بدا الريسبيراتوري بتاعه يهدى. ده هينعكس على الهارت ريت، على الديزني واحساس المريض، الساتوريشن هيبدا يتحسن، من الفيشن هتبدا تظبط، ابتدى الفوليوم اللي هلاقيه ماشي كويس. فمهم جدا ان انا همونيتور حاجتين على الماض على الفنتليتور بتاعي، الريسبيراتور ريت والتايدال فوليوم. العام ياخد الفوليوم اللي انا عايزه التارجت، لا اكتر منه ولا اقل منه، والعام نفسه بيهدى بالفعل عن نون انفيزيف، كل ما الطعم يعدي النفس يبقى مور كمفورتبل، الريسبيراتور بيقل اكتر ويقرب من الطبيعي اكتر. ده دليل انه ماشي كويس في نون انفيزيف. برود جيزز هحتاجها غالبا في خلال ساعة، ممكن بعد نص ساعة بعد ساعة حسب انا شايف العيان قدامي، وعلى حسب هو تايب 1 ولا تايب 2. اكيد التايب 1 مش هحتاج افسح فيه برود جيزز فريكوينت ولا حتى ايرلي طالما عنديش ريسك ان تخش تايب 2. البرود جيزز في الغالب هسحبها عشان اطمن ان السي او 2 بينزل معايا وبيتحسن عن النفسي. لو قارنا بين السباب والباي باب هنلاقي ان السباب ده كونتينوس بوزيتيف اوي بريشر، فكرته ببساطة ان العيان هياخد نفسه بمجهوده، انا بس فقط هديله ستاند زي بدل ما كنا كان نفسه هياخده من عند بريشر زيرو ويعمل نيجاتيف بريشر تحت الزيرو ويطلع يطلع اكسبيريشن بالبوزيتيف كده، لا انا هديله هرفع له البيز لاين بتاعه من زيرو اخليه 5، وبالتالي العيان هياخد نفسه بمجهوده. ده انسبيريشن، ديت انسبيريشن ونهايته اهو، ده الانسبيريشن. الفتره العيان خد نفسه بمجهوده سحب من البيب 5 بقى 3 او 2، ومع الاكسبيريشن خرج تاني، بقى طول فتره الانسبيريشن والاكسبيريشن كلهم بالبوستيف، بنسميه السي باب كونتينوس بوستيف اير واي بريشر. ده مينلي في الهايبوكسيميك فيلير،
زي بالمونر اديما مثلا، عين هايبوكسيميك، الفيب ده هيحسن له القصه دي. ليه؟ هيزود البريشر في الالفيولاي وبالتالي يحسن الجاز اكسشينج ويحسن البريتريشن، وكمان هيقلل لي فينوس ريتارد مثلا في البالون الديما، فيقلل لي فيحسن لي الهارت فيلر ذات نفسه. الرينج بتاعي بيبقى اراوند من 5 اب تو 12 كسيبه. في الاغلب انا ببدا باراوند 4 ل 5، ده الانيشال بتاعي في البيب او الايباب، او نحط سيباب بس، وعلى جرادي ولا 2 ب 2. في اغلب الوقت ما احبش اعدي 12، اكتر من كده بيبقى عندي ريسك ان يخش يحصل انفيجيا في باب في سي باب اكتر من 12. الباي باب او البي باب او الفي باب حسب كل شركه بتسميها، ده بيبقى فيها تو بريشرز. زي ما احنا شايفين البيب لو كان زيرو انا خليته عند 5، وقت ما العين هياخد نفس وبدا يعمل تريجر اللي هو نيجاتيف ديفليكشن الصغيره دي، اللي حصل راح الجهاز اداله بزقه لحد وصل لحد 15، يبقى اداله زقه من 5 لحد 15، يبقى راوند 10. يبقى عندي هنا الاي باب 5 والاي باب 15، يعني العين ده بياخد بيب 5، وقت ما ياخد نفس ياخد زقه بقوه 10 سنتيمتر وتر. تمام، يبقى ده الباي باب تو ليفل اوف بريشر، سي باب واي باب واي باب. ده بيستخدمه في عينين عندهم مشاكل في السي او 2 في الفنتيليشن، او لو عنده ميكس اكسجينيشن وفنتيليشن زي عين السي او بي دي. ودايما ببدا ب 5 و5 فوقها، يعني تقريبا 5 بيب و5 بريشر سبورت اللي هو اي باب 10 واي باب 5، او ممكن ابدا كمان اقل كده شويه 4 8، وما استعجلش، ابدا بعد كل 3 4 دقايق ابدا اعلى جراديوال اب تو 20 في الاي باب في الاي باب، واب تو 12 في البيب او الاي باب. يعني اخر في البريشر التحتاني 12، واخر في البريشر الفوقاني 20. ده فور سيفتي عشان اتجنب الايروفاجيا ونحصل ان الهواء والمياه يدخل في الجي اي تي. لو عايزين نحط سيتنج لعيان هايبر كابنيك نون انفيزيف فنتليشن، اللي عيان هايبر كابنيك اشهرهم سي او دي اكستربيشن مثلا، هنلاقي ده بروتوكول خفيف سريع كده نتكلم عنه. هنبدا ل الاول نحدد الانديكيشن امتى. دي اكزامبل الانديكيشن واضحه لعيان سي او دي مثلا، هنلاقي احنا محتاجين نلاقي 2 من 3، الريت اكثر من 25، الاسيدوزس بقيت شويه تقل عن 7 45، وهنلاقي ان انا عندي ديزنيا وبدا يظهر اكسسوار مثلا زي ما دي. لو لقيت اثنين في العيان السي او بي دي من دول، ممكن ابدا نون انفيزيف فنتليشن. العيان تاكبنك وبدا يبقى كمان ديستريسد وبيخرج بيعمل اكسسوار ماسلز وديزنيا، ممكن ابدا نون انفيزيف حتى لو مفيش اسيدوزس. او العيان تاكبنك وبدا يظهر فيها اسيدوزس، ابدا احط نون انفيزيف حتى لو مفيش اكسسوار ماسلز. تمام، ده اكزامبل بس ليمتد لعيان السي او بي دي. لو عايز ابدا نون انفيزيف فنتليشن، طبعا افكتيف جدا في عيين الاكيوت اكستربيشن اوف سي او بي دي، وايفيدنس فيه عالي جدا. هنلاقي ان انا ممكن ابدا حتى بري هوسبيتال، ابدا حتى في البيت لو العيان عنده هوم باي باب في البيت، او في الطوارئ تحت، او في الاسعاف كمان لو عايز، لو عندي ابليكابل. الباي ليفل فنتليشن او الباي باب او اللي احط فيه التوب بريشر، ده الايدل في العينين بتوع السي او بي دي، عشان هو عنده مشكله فنتلاتوري محتاج تو بريشرز عشان يحرك الهواء داخل وطالع، فيساعد اللونج ويساعد الماسلز انها تدخل الاير. ببدا طبعا ببي 5 زي ما قلنا، وبريشر سبورت هتارجت انه يكون 5 فوق ال 5 في الاول، وهوصل لحد اب تو 10 او 15، يبقى توتال في الاخر 20. بتابع العيان كويس جدا على الباي باب، عندي ريسبيرتور ريت متوازي الفوليوم، اهم حاجتين اتابعهم طبعا عم ياخد فوليوم كويس، لا هو كتير ما يعرفش يطلعه، ولا هو قليل ما يعملوش جود فنتيليشن، واطمن النسبه بتاعه بيتحسن عن انفيزيف، انا كده ده دليل ان عيان بيستفيد من البريشر ريميتور. زي ما قلنا هنبدا كام؟ 5 بيب و5 فوقها بريشر سبورت. لو انا بحط لو انا عندي جهاز الباي باب الصغير بحط اي باب 5 واي باب 10، وممكن اعلى جراديوال بالاي باب، ده اللي يهمني في العيان دوت، مش هيفيدني قوي السي باب او البيب، هبدا اعلى اكتر بالبريشر سبورت او الاي باب اب تو نوصل توتال بريشر 20 وقت الانسبيريشن. هدف ان اوصل تايدر فوليوم 6 ل 8 مللي بير كي جي، الريت يقل عن 25، هذا ده اللي نفسي اوصل له، ممكن ياخد له وقت شويه، لكن لو بنشر بيتحسن والبريشر بيبدا ينزل جراديوال، انا كده ساتيسفايد ان انا هكمل على الانسبيريشن. البيب هنا هبدا بقى راوند 5. لو العيان هايبوكسيميك ممكن اعلى شويه، او لو حاسس ان العيان في اوتو بيب ومش عارف يتريجر الفنتليتور، زي ما اشرح في السي او دي مانجمنت على الفنتليتور، ازاي اعرف ان العيان ده في اوتو بيب
وليه ليه البي بي الاكسدنا بيحسن لي تريجرنج ويسهل على العيان انه ياخد نفس لما اضيف بي بفات. في اغلب الاوقات مش هعدي بي ب 10 في السي او بي دي، اغلب الاوقات بحتاج بي ب 5 يكفيني، وبظبط اكتر في البريشر سبورت. لو شكل عندي فيه اوتو بيب ومش عارف التريجر ممكن ارفع ل 7 او 8، في اوقات نادرا ما اوصل لحد 10. الاف اي 2 هدفي ان انا اتارجت ساتوريشن اراوند 94%. هنا في السي او دي لو انا في بدايه نون انفيزيف بدايه العين لسه هتحط على انفيزيف على نون انفيزيف فنتليشن، انا ممكن اريحه شويه بالاكسجين اكتر شويه عشان الماسلز بتاعت الاكزهوستد تاخد كفايتها من الاكسجين، ومبدا ابدا اعمل ويننج. ممكن اقلل التارجت بتاعي ل 92 او 90 او 88 زي ما احنا الكلاسيك في نون انفيزيف في السي او دي. التريجر مهم جدا ان اظبط التريجر كويس في نون انفيزيف، اطمن ان العيان التريجر اللي مظبوطه على الجهاز سهل ومريح للعيان، ما بيبذلش مجهود انه يتريجر الفنتيليتور، وده حتى بيبان كلينيكال. العيان بيسحب قدامك بياخد النفس بصعوبه من الجهاز، بيتاني يعمل نيجاتيف بريشر لحد ما الجهاز يديله يتاخر عليه حتى في النفس. فالتريجر بظبطه سواء الجهاز عندي فلو او بريشر، الكلاسيك بتاعي اللي هو ماينس 1 ماينس 2 او 1 ل 2 لتر اب تو 5 لتر بير مينت فلو تريجر. لو عندي الجهاز اللي هو بباب وسباب بيبقى حاطين تريجر بنظام مايلد ميديوم وايزي وهارد في 3 ليفل، ممكن تبدا بليفل الوسط وتشوف لو عيان مستريح عليه كلينيكا قدامك العيان بياخد نفسه بسهوله على الجهاز يبقى خلاص، لقيته محتاج يتسهل اكتر يبقى خليه اسهل ايزي، لو لقيته مش محتاجه خلاص على ميديوم يبقى خلاص خليك في الميديوم او المستوى المتوسط في التريجرنج على الجهاز. الرايس تايم لو عندك كنترول فيه، الرايس تايم هو عباره عن التايم اللي بياخده الجهاز عشان يطلع من بريشر التحتاني لبريشر الفوقاني، كل ما تقلل التايم الجهاز هيدي نفس بدايته بدايه سريعه بدايه قويه. فعايز السي او بي دي نحب نخليه ياخد نفسه في نوع عالي في اوله كده ويعني يحس انه بيجيله هواء كويس، وكمان بيسرع لي الاكسبيريشن انه يحصل، بيقلل تايم اكسبيريشن شويه لانه بيديني بيك اعلى وبالتالي يحصل اكسبيريشن مور بيبقى له تايم اطول. فالرايس تايم احنا كلاسيك بنحطه اراوند 200 ملي سكند، من 50 ل 200 ملي سكند اللي هو 0.05 ل 0.2. نفضل ان احنا في عين السي بي دي نخليه ناحيه التايم اقل، يبقى 0.05 50 ملي سكند او 100 ملي سكند يبقى انسب لعين السي بي دي. التريجر الاكسبيرت تريجر اللي هو امتى النفس يحصل له سايكلينج زي ما شرحنا كذا مره في مود البشر سبورت، اللي هو كام في الميه من البيك انسبيراتوري فلو ما يوصل له في وقت الانسبيريشن يعرف ان العيان خلاص شبع وابدا انهي. هدفي في عين السي او بي دي ان العيان ده يدخل نفس بدري بدري ويديني وقت اطول للاكسبيريشن، عشان كده برفع التريجر الاكسبيراتوري تريجر او الاكسبيراتوري سايكل حسب الجاي بيسميه من 25 اخليه 30 اخليه 40 اخليه اب تو 50% كمان، بحيث العيان ياخد النفس بسرعه ما ياخدش حتى فوليوم اكتر من اللازم، لا بدخله رايز تايم قصير فيبدا له فلو عالي، يديله فلو سريع ويديله احساس انه عنده دخل فوليوم بسرعه، وفي نفس الوقت اخلص بسرعه الاسبيريشن بحيث ادي فتره اطول للاسبيريشن. يبقى الاثنين دول بيعملوا فاين تيوننج ان نظبط الرايز تايم ونظبط التريجر. فهل هخلي عين السي او بي دي ياخد نفس احسن يديله بحس انه بيجي له هواء احسن في الدخول ويخلص نفس بسرعه ويديله وقت اطول لخروج الهواء والاكسبيريشن فاتجنب حدوث الاوتوبي. لو كان عندنا انفيزيف للهايبوكسيميك هارت فيلر هنتكلم على اكزامبل اشهرهم هو بالمونر اديما، كاوتشين بالمونر اديما. هنلاقي ان العيان دوت الفلو انفيزيف فيه افكتيف جدا، وزي ما قلنا برضو في الكلاس 1 في ريكومنديشن كان السي او بي دي اكسربيشن وكاوتشين بالمونر اديما. ايفيدنس ايه في الليفل في بالمونر اديما؟ هنلاقي ان برضو افكتيف نبداه بري هوستل، لو عندي حتى في بيت سي بي ممكن احط العيان، او في الاسعاف، او حتى في تحت في الاستشفاء روم او في الامرجنس ديبارتمنت ممكن ابدا السباب في العينين بالمونري ديما، ممكن ابدا بدري هيبقى نتائج افضل في العينين سواء السي او بي دي او سواء بالمونري ديما. لو عندي عيان دوت فيه ريسبيرتوري اسيدوزس سواء هو مثلا كان سي او بي دي ودخل بالمونري ديما اد اون، او هو من كتر ما هو بالمونري ديما ده بدا يخش في ويزي شيست وبدا يخش في سي 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 في سي في سي في سي تو ناركوزس او ريسبيرتوري اسيدوزس، ساعتها المخير بين السباب او البايبيب. الفكره في ايه؟ ان انا عندي لو حطيت سباب بس انا كده بديله بريشر 1 بريشر وقت الاكسبيريشن ووقت الاسبيريشن نفس الليفل،
وبالتالي هو هيبقى تظبيط اساسي في الاكسجينيشن، هيحسن الاكسجينيشن وهيقلل الفانس نتيرن ويسهل ان البالون يتحسن. لكن لو عندي لويزي قوي وواضح عليه لويزيس او سي 2 عالي فعلا في الاول في البلد جاز بسبب لويزيس، ساعتها النون انفيزا هيبقى لحد ما هيسهل لي دخول وخروج الهواء، هيحسن لي ان سي 2 ينزل اسرع. وبالتالي لو عندي لو عين البالون دي ما كلاسيك ممكن يكفيني السباب، لكن لو عين البالون دي دوت اوريدي في تايب 2 او هو اوريدي سي او بي دي وده كومن يعني مثلا يبقى سي او بي دي سكيميك هارت ديزيز كمان وكارديو ماسك ويجي لي بالاثنين البالونه القديمه معاها سي او دي اكسبريشن، ساعتها هيبقى ات از وايز ان انا استخدم الباي باب او النون انفيزيف بريشر فنتيشن ببريشر سبورت على الجهاز بتاعي، او هيبقى عندي تو ليفل اوف بريشرز. الكوز طبعا لازم احدد ايه السبب، هل يا ترى ده هايبرتنسيف بالمونري ديزيز ساعتها هايبرتنسيف بالمونري قديمه ساعتها تظبيط ضغط حاجه له اولويه في الشغل بتاعي، ولا في اريزما محتاجه تصلح، ده لا ينفي ان انا لازم اشتغل معاه وقت ما انا بدي نون انفيزيف فنتيليشن. طبعا العينين اللي معاهم هايبرتنسيف بالمونري قديمه بنصحهم احسن للنون انفيزيف، العينين اللي معاهمش هايبرتنسيف بالمونري قديمه سواء كان نورمو تنسيف او شوبت ساعتها النون انفيزيف ساعتها لحد ما هستخدمه كوشس، لان العينين دول بيتحطوا على بيب عالي، فلو عيان ضغطه نورمال او واطي مش هستحمل النون انفيزيف فنتيليشن بيبقى العالي دوت، وقد الجا ساعتها للانفيزيف فنتيليشن. يعني طبعا احنا عندنا كده كده كاردوجينيك شوك لحد ما تعتبر كونتنتيشن نون انفيزيف، اي عيان شوكت او على فازو بريسورس من الاول يبقى هيحتاج اكتر الانفيزيف فنتيليشن هيبقى مور سوتبل بالنسبه له. ليه؟ عشان اقلل ورك وبيسك العيان واوفر كارديك ابوت للفايتال اورجنز. لو هستخدم سباب ساعتها ممكن استخدم جهاز السباب هيبقى افضل لي، هيبقى اخف اريح للمريض، وزن حتى الوسط بقى خفيف، بتلاقي الماسك نفسه على الوش خفيف على المريض يعني بيحس حتى الفرق، تحطه ماسك السباب يبقى اريح له من الماسك بتاعنا بتاع الفنتيلاتور. هبدا ببيب من اراوند من 5 ل 10 حسب وضع عيني، لو عيني يستحمل ابدا له على طول ب 10 ممكن ابدا ب 8 ل 10، لو مش مستحمل ممكن ابدا زي ما بدانا كده عادي كلاسيك ببدا بخمسه او اربعه وابدا اعلى جراديوال، بس في اغلب الاوقات البالونه دي ما هتبقى راوند بيب 12 وان الماكس بتاعنا في معظم الاوقات بيبقى راوند بيب 12. هنا في المدينه ممكن اوصل ل 15 كمان لو انا مطمن ان انا سيباب فقط مش هحتاج معاه بيرشر سبورت، فممكن اوصل لحد بيرشر سبورت لحد بيب او اي باب ساعتها او سيباب 15. الاف اي 2 بظبطه الاكسجين هتوصل بالنون انفيزيف او لو على فنتليتور الاف اي 2 هظبطه بحيث التارجت ساتوريشن فوق ال 94%. لو هستخدم باي ليفل، لو انا احتاجت اشتغل باي ليفل على البالمونري ديما سواء انا كان عندي سي 2 عالي من الاول او العين ويزي وضوح او العين اوريدي عندي هيستو في سي او بي دي مع البالمونري ديما، ساعتها بتارجت برضه بيب اراوند 8 ل 10 ساعتها عشان اظبط الاكسجينيشن، وبرشر سبورت ممكن اظبطه برضو اراوند من 5 ل 15 بس توتال برشر في الاخر ما عنديش ال 20. وساعات عيني هنا هيبقى عيني على الاسبيراتور ريت اطمنه بينزل والتايد فوليوم بياخد التايد فوليوم المناسب ده لا كتير ولا قليل. البرشر سبورت هدفي نوصل اراوند بالتايد فوليوم هنا اراوند 6 مللي بركشي في البابون القديمه عشان افويد ان يحصل لونج انجري، والاسبيراتور ريت عايز اوصل نوصل ريت اقل من 25. خلال 30 60 دقيقة ممكن اسحب الجهاز تحتي عشان اقيم الاكسجين فنتليشن زي اي ترايل نون انفيزيف، وطبعا لو انا من الاكسجينيشن مشكلة اكسجينيشن مفيش سي او 2 من الاول عالي فساعتها البلس اوكسيمتر ممكن يديني جود بالويشن للعيان، وممكن اجل البلاد جازز شوية لو انا مش محتاجها والعيان ماشي كلينيكالي كويس. احنا كده خدنا الثلاث مراحل الاساسيه في النون انفيزيف وهم دول يعتبروا بريدكتور اوف سكسس، اعرف ازاي ان العيان هيستجيب معايا النون انفيزيف، هنلاقي ان العين اللي كونشس بتاعه كويس كل ما يكون العين مور كونشس مور كوبرتيف مور اليرت صح معايا هتلاقي استجابته احسن نون انفيزيف، كل ما يكون سنه صغير هيبقى عنده ريزيرف اكتر كارديو فاسكولار ريسبيراتوري يستحمل النون انفيزيف، هيبقى كوبرتيف اكتر هيبقى مساعدته ليه في المنزل احسن ويبقى كوموربيدس اقل. الانتردنتيشن او ان السنان تبقى موجوده ده بيحسن ان الماسك يبقى محمل كويس على الفيس، الناس الاولد ايج عندهم الاسنان لوست بيبقى اصعب شويه نون فيزيف فيهم، وجود الدنتيشن بتحسن ان الماسك محمل كويس وبالتالي يقلل الليكج ويحسن لي النتائج ويحسن لي الريسبونس بتاع العيان واستجابته والتولرنس بتاعه للماسك. كل ما يكون الديزيز ليس سيفير الهيبوكسيا قليله السي او 2
مش عالي قوي، العين مش تاكبنك قوي، هتلاقي ان نتايجه احسن نون انفيزف. فالعينين المايل تو مودريت نتايجهم احسن نون انفيزف من المودريت تو سيفير. كل ما السكريشن تبقى اقل طبعا هيبقى احتياج نشيل الماسك كل شويه ويكح العيان او طلع السكريشن هيبقى احسن، او لو ما كحش وشلت الماسك يبقى جمع سكريشن جوه الكوش فاتليكسيس وهايبوكسيميا ولان كولابس. طبعا وجود النمونيا لوحدها كريسك فاكتور، ده بيقلل لي نتائج نون انفيزف. يعني لو انا جبنا عين سي او بي دي جايب اكسربيشن بسبب برونكايتس بس، وعين تاني نمونيا مع سي او دي اكسربيشن، هلاقي نتائج النمونيا مع سي او دي اوحش من نتائج السي او دي اكسربيشن لوحده. طبعا ده قد يكون بصوره نفسه اللي بيخلي عين تاكبنك، بيحتاج بيبقى اعلى، بيحتاج سكريشنز كتير، فيحتاج كل شويه يشيل الماسك، كل ده بيأثر. زائد كمان يكون الديزيز نفسه بيبقى فارنبل، يعني لو خد فوليومات كتيره ممكن يخش في باروتروما بسهوله، او فوليو تروما وفيدوزنال انجري بسهوله مع الفوليومات لو كترت على النون انفيزيف. من افضل الحاجات اللي بقيم بيها واتوقع نجاح هو الانيشال ريسبونس خلال اول ساعه لساعتين. مرور العيان في اول ساعه ساعتين بنتائج وانيشال كويسه بيقول ان عنده في الاغلب هيكمل كويس على النون انفيزيف. عدم وجود نتائج كويسه في اول ساعه ساعتين كلينيكال كريسبيراتور ريت كورك بريسنج كساتوريشن كبلاد جازز بيقول ان العيان ده هيبقى متعسر شويه على النون انفيزيف. طبعا الفيلير ممكن يحصل في اول ساعه ساعتين، ممكن يحصل ليت شويه، ليت فيلير بعد 5 6 ساعات 10 ساعات او حتى 24 ساعه واكتر. لكن وجود ريسبونس قوي في اول ساعه ساعتين بيديني امبريشن كويس ان العيان ده هيكمل كويس على النون انفيزيف. الريسبونس كويس ده هيبان في حاجتين واضحين، هو ريسبيراتور ريت ده بارامتر مهم جدا، العيان ده نفسه بيهدى على النون انفيزيف، وان السي او 2 بتاعي والاكسجين بيتظبط كويس على على الفنتيليشن. لو عايزين نلخص ان احنا محتاجين نختار عيان سيليكتد كويس للنون انفيزيف، ويبقى عندي تولز ومجهز حاجاتي كويسه، الماسك الفنت الكويس، الماسك المقاس المناسب، الوصلات الخفيفه، الماسك يناسب المريض، زائد كمان انا اعمله ابلكيشن كويس، افهم العيان كويس، العيان يبقى كوبرتيف معايا، احط الماسك من غير ما يبقى تو تايت ولا تو لوز، وانا اختار سيتنج ابدا معاه ببريشر معقول يعني استحمله، وابدا اعلى معاه جراديوال وعيني على التارجت، الثلاثه دول مع بعض هم اللي هيحددوا لي انا هنجح في الانفيزيف. يبقى عشان اوصل للسكسس لازم اختار عيان مظبوط، احط تولز مظبوطه، اعمل ابلكيشن للبريشرز اللي هستخدمه، الماسك اللي هستخدمه بطريقه حرفيه ومظبوطه، هبدا بالراحه واعمل مع المريض جزء بجزء. طيب السيناريو الاسوأ بقى ان العيان فيلد ما استحملش نون انفيزيف او فيلد نون انفيزيف، امتى سويتش؟ مهم جدا السؤال ده، ما بقاش فيري ليت، ما تاخرش العيان في السويتشنج، لازم اعمل سويتشنج في ميعاده. اول طريق اول احتمال ان انا اسويتش ان انا العيان ده فيل نون انفيزيف، العيان ده ما استجابش كويس، ما اتحسنش على نون انفيزيف، الريسبيرتوري ريت ستيل تاكبنك على نون انفيزيف بعد ساعه ساعتين ثلاثه حسب ما شايف العيان، ستيل تاكبنك الريسبيرتوري ما قلش عن 30 او 35، العيان لسه بيشتكي ان هو ديزنج على نون انفيزيف، قدامي الاكسجين ماسك شغاله والبلوكس بريتنج كمان بدا يظهر. الهايبوكسيميا في الاول كنت حاطه اكسجين 60% مش عايز ينزل عن 50، دلوقتي بدات اوصل ل 70 و80% وساتوريشن بالعافيه جت 90%، هايبوكسيميا عماله تزيد. الاسيدوسيس ما بيتحسنش، ثابت سي او 2 عمال على مستواه والبي اتش ثابته او حتى كمان بتسوق معايا، يبقى مجرد ان سي او 2 ما بيتحسنش معايا ده دليل ان العيان بيفيل، مش هستنى لحد ما يوصل، لا خد ساعه ساعتين ثلاثه والسي او 2 ما اتحركش ولا والبي اتش ثابته على الاقل من 7.25. الاحتمال الثاني ان العيان ده ظهر لي كونترا انديكيشن عن النون انفيزيف وانا كنت بدات خلاص نون انفيزيف، زي ايه؟ زي اللي عنده بقى ابنك، ما كانش ابنك في الاول دلوقتي بقيته بقى لاحظت انه بقى ابنك، خلاص بقى ابنك دلوقتي وقف نون انفيزيف وشفت نون انفيزيف، اللي عنده بدا يخش في كارد فاسكال كومبليكيشن تمنعني من نون انفيزيف، زي ان عنده ضغط بدا يقع، بدا يبقى هايبوتنسيف، بدا يبقى شوكد، بدا يخش في هارت فيلير، بدا يخش في اريزميات ما كانتش موجوده في الاول، يبقى ساعتها لا هشفت لان ما بقاش ينفع امشي العيان اللي فيه الكاردوفاسكولار كومبليكيشن ديت امشيه نون انفيزيف. العيان ما بقاش كوبرتيف معايا، بدا يبقى دراوزي مني حتى من غير ما اسحب بلاد جايزز، العيان اللي بقى دراوزي بزياده اللي بقى اجيتيتد بزياده، ساعتها مش هينفع اكمل نون انفيزيف بالوضع ده، شفت الانفيزيف عشان البيشنت سيفتي.
العين اللي السيروسيس فيها كتيره جدا ومش مستحمل بقى، كل شويه من ربع ساعه يشيل الماسك ولا عايز اكح، عايز طلع سيكريت، بيطلع كميه محترمه. لا ساعتها لا افكر تاني ان عندها فعلا ان انفيزيف بالنسبه لي مش هيبقى جود تشويس. او العين ما بقاش توليريت، لا اقنع نفسه في اول ربع ساعه نص ساعه انه يحط ماسك، وقال لك لا خلاص انا مش قادر احط الماسك، طب اظبط ماسك تاني، نجيب مقاس تاني، نغير الكمود، نغير الفشارات. لا العيان خايف من الماسك، مش توليريت الماسك، بيشيل ماسك ويرميه ويقول لك لا سيبني مش عايز احط الماسك ده، خلاص ده عيان مش هينفع اعمله جورنال انفيزيف. لو هو ستيل محتاج فنتيليشن يبقى لازم يبقى حلو انفيزيف فنتيليشن. اخر مرحله امتى اوين بقى العيان؟ لا العيان الحمد لله اتحسن وماشي كويس على النون انفيزيف، عدى اول ساعتين ثلاثه ماشيه كويس، بيجي بتاع بالليل بقى احسن، العيان بقى يقول لك حط لي ماسك ويحب الماسك وياكل ويشرب، ونشيل ماسك ساعتين ثلاثه، ساعه ساعتين نحط نرجعه تاني، العيان بيتولريت كويس جدا. عايز بقى افكر امتى هبدا اوين العيان ده من النون انفيزيف. طيب احنا عندنا للاسف مفيش طريقه ستاندرد ثابته اللي نقوين بيها النون انفيزيف، لكن انا عندي تو ميثودز ممكن انقي الطريقه اللي تناسب كل مريض، او اعمل حتى ميكسنج بين التو ميثودز. الطريقه الاولانيه ان انا ازود التايم اللي بشيله فين في من عليه الماسك العيان واحطه على الاكسجين ثيرابي او على الروم اير حسب العيان. يعني مثلا متوقع مثلا اول يوم حطيت العيان مثلا 6 ساعات على الفنتليتور على النون انفيزيف وبريحه نص ساعه كل 6 ساعات مثلا. اليوم التاني العمل يحس معايا شويه، حس نفسه بقى اهدى، بخلي الموضوع 5 ساعات او 4 ساعات على النون انفيزيف ونص ساعه على الاوكسجين ثيرابي او على الروم اير اوف اوف نون انفيزيف. يبقى هتلاقيني كل يوم بزود، بقلل في التايم اللي بحطه كنون انفيزيف على مستوى اليوم، وبزود في التايم اللي العيان بيستريح فيه من نون انفيزيف وببقى على الاوكسجين ثيرابي او على الروم اير في كل يوم. هتلاقيني ازود جرادوال وجرادوال جرادوال واقلل جرادوال في التايم بتاع النون انفيزيف لحد ما العيان يبقى خلاص تقريبا توتالي بيقعد على النون انفيزيف بسهوله جدا، يقعد بالثلاث اربع خمس ساعات من غير ما يحصل له اي كوميونيكيشنز ولا اي انترفيشن. الطريقه الثانيه ان انا هنزل بالسبورت بتاع الجهاز جراديوال، انا كنت حاطه بريشر سبورت 10 مثلا، اخليه 9، اخليه 8، اخليه 7، اخليه 5 لحد ما ابقاش محتاج خالص بريشر سبورت. او لو انا على برمودا القديمه كنت حاطه في سباب 15، اخليه 13، اخليه 11، اخليه 10 لحد ما اوصل خلاص على سباب 5 ومفيش اي مشاكل خالص. واغلب الوقت احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل ميكسنج بالطريقتين، بقلل التايم شويه واقلل البريشر شويه لحد ما الاقي العين فعلا اكشولي قاعد مستريح ويبقى الدنيا مستابلايزد يعني. بس طبعا احنا بنلاقي كل مريض حسب حالته، بنلاقي الطريقه اللي تناسبه سواء الطريقه دي او الطريقه دي، او في اغلب الاوقات بنعمل ميكسنج بين الطريقتين. شكرا جزيلا ليكم، واتمنى تكون المحاضره واضحه. لو في اي استفسارات ممكن تبعتوها على الايميل ارد عليكم ان شاء الله. شكرا جزيلا لاستماعكم.